عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ويوم جديد من ملعب الأهلي. ليلة كأس مصر وافتتاحية الأهلي في كأس مصر مع الترسانة إن شاء الرحمن بكرة. اللقاء هيبقى على عكس المعتاد أو على غير المعتاد، هيبقى اللقاء الساعة 5. تعود الأهلي في الفترة الأخيرة إن هو يلعب يا إما 7 يا إما 9، لكن في كأس مصر الأهلي هيلعب بكرة مواجهة مع الترسانة شواكيش مصر، الفريق اللي له تاريخ كبير جدا 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 في عالم كرة القدم المصرية، وأجيال كبيرة جدا وعظيمة جدا، ومصطفى رياض والشاذلي ومجموعة كبيرة وكوكبة من النجوم، كانت يعني نجوم بجد في زمن جميل جدا للترسانة بالتأكيد. يعني أمنية حياتي أو من الحاجات اللي بحبها جدا طول عمري، حتى وإحنا في الناشئين لما كنا بنلعب فرقة الترسانة سواء كانوا لعيبة أو مدربين، هي عندهم سلوك طيب جدا جدا، كان يجمعنا بيننا وبينهم يعني حاجات حلوه كتير قوي قوي، علاقه كبيره محترمه، وسواء كان على مستوى المدربين او الادارات او حتى اللعيبه. والله يعني انا فاكر ايامنا كده كان بعض اللعيبه، يعني كان لما كان ابو تريكه لسه بيلعب في الترسانه، لما كان في احمد، كان في لعيب اسمه جهاد معرفش راح فين، كان لعيب هايل جدا كنت بحبه جدا على المستوى الشخصي. وطبعا كل اللعيبه بقى الكبيره، يعني ثلاثي رمضان وادم والناس اللي هي يعني معروفه جدا في عالم كره القدم بالشواكيش. الترسانه مواجهه صعبه مش سهله بالتاكيد، كمان في ظل الغيابات وانضمام لعيبه المنتخب الاول لمواجهه سويسلاند ان شاء الله الرحمن يوم الجمعه ويوم الثلاث اللي جاي، ولاعيبه المنتخب الاولمبي واللعيبه المحترفه. كل بالي على علي معلول، على وليد ازارو، بيزيد صعوبه جدا من مواجهه الاهلي، لكن في النهايه هي عايز تاخد فرصه او هتجيلك فرصه، مش هتجيلك غير في الحالات اللي احنا فيها يعني. فان شاء الرحمن كل التوفيق للاعيبه الاهلي بكره باذن الله في بطوله مهمه جدا، ان شاء الرحمن باذن الله يكون موفقين فيها الاهلي جدا جدا باذن الله. طيب النص الثاني النهارده من ملعب الاهلي استعدادا لكاس مصر ان شاء الرحمن، هيكون معايا كباتن ملعب الاهلي وفريق الاهلي كابتن عادل طعيمه وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. حاجات كتير جدا هنتكلم فيها النهارده، خاصه بالمباراه بالتاكيد، وخاصه كمان بالاحداث اللي احنا فيها او الظروف اللي احنا فيها والقرارات، وخصوصا كمان يعني موضوع لعيبه شمال افريقيا هتبقى كانها تتعامل معامله اللعيبه المصريه، واللعيبه المصريه لما تروح دول شمال افريقيا يعني تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر بالتاكيد، كلهم اكنهم واحد يعني. هل هي مفتوحه؟ هل هتبقى محدده؟ تونس خدت خطوه النهارده واعلنت ان هي خلاص هتبقى هي موافقه بالتعاون ده، لكن محدد العدد، يعني قالت 5 من لعيبه شمال افريقيا وثلاثة محترفين، ثلاثة افارقه يعني جنسيات ثانيه، يعني سواء كانت افارقه او اجانب، لكن المجموع كله 8 ما يزيدش عن 8، ثلاثة يعني بشره سمراء، اوروبيين، برازيليين، ايا كان جنسيتهم، وخمسة من دول شمال افريقيا، يبقى المجموع 8. احنا في مصر هنا لسه ما اتكلمناش في الموضوع ده ولا حددناه، هيبقى دلوقتي هيبقى بعدين، لسه هنشوف الامر ماشي ازاي، واتمنى ان هو يعني يبقى محدد من البدايه. على فكره دي حاجه رايي الشخصي انا، يعني معرفش راي الناس ايه، لكن رايي الشخصي شايف انها مفيده جدا، وهتكلم فيكم معاكم باستفاضه في الموضوع ده كراي شخصي، يعني مش راي حاجه يعني، لكن رايي انا الشخصي يعني. وانت ماشي مع العصر كده وماشي مع الزمن اللي بيمر بسرعه ده، لازم تواكب الاحداث وتفكر بالتفكير المستقبلي يعني، وما ترميش نقطه كلمه حق مراد بها باطل يعني. طب الكره هتتاثر ازاي؟ طب الكره المصريه؟ طب اللعيبه المصريين؟ لا، انت بتفتح مجال واسع قوي. هتكلم معاكم باستفاضه فيها، لكن في حاجه لطيفه جدا كده من خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا عجباني، وهي حلوه يعني، دايما خد المنافسه بشكل ظريف لطيف يعني، دمه خفيف، ما فيش مشكله خالص يعني. من اول امبارح لحد دلوقتي اصحابي الزملكاويه، انا ليا اصحاب زملكاويه كتير على فكره، مش قليلين يعني، هاروني يعني، كلها مسجات ورسائل على التليفون حلوه قوي يعني، سواء كانت حتى الجماهير الزملكاويه اللي عاملاها ليا تحديدا يعني، مفيش مشكله، دم خفيف ولطيف وظريف، حلو جميل يعني، مفيش تجاوز ومفيش اهانه ومفيش شتيمه ومفيش تعدي على الحقوق ولا حاجه، مفيش اي مشكله، بالعكس دي حاجه حلوه، وتضحك يعني لما تتعمل بشكل كوميدي ولا حاجه برضه تضحك، مفيش مشكله. هي الروح دي الحلوه، الروح دي جميله قوي يعني، لا يبقى في غلط في حق حد ولا في شخص حد، ولا اهانه ولا تجريح ولا اتهامات ولا حاجه خالص، بالعكس لما تفوز وده قليل يعني مفيش مشكله يعني، اتريق زي ما انت عايز واتكلم زي ما انت عايز وركب حاجات زي ما انت عايز، مفيش مشكله طالما مفيش اهانه. بالعكس والله انا كل اصحابي اللي موجودين او اللي بيبعتوا لي وبعتين حاجات مثلا يعني ربطينها بحاجات احنا قلناها هنا في ملعب الاهلي وواخدينها، بالعكس حاجه حلوه معموله بشكل حلو، وحتى اللي عاملها انا بحييه بصراحه، عاملها حلو يعني، تضحك من قلبك يعني، مفيش مشكله خالص. نفسي اوصل لكده،
نفسي اوصل ان احنا لما نتكلم على بعض يا اما انا بفرح بفوزي وبهزر يعني بشكل حلو معاك ولا حاجه وبدم خفيف، ما يقابلش الهزار ده ب يعني سيل من الشتايم والسباب والاهانات. ليه يا عم؟ انت لما تعمل كده وتاخدها برضو بدم خفيف وظريف ولطيف، يعني تجيلك الكلام ده مره في السنه، مرتين في السنه، ثلاثه في السنه، فتاخدها مرتين ثلاثه عليها برضو مفيش مشكله، اضحك وهزر مفيش مشكله خالص يعني. لكن لما شفتها قلت يا نهار ابيض، اللي بعمله في الناس هيطلع عليا ولا ايه؟ 48 ساعه اتهرينا اتهرينا، بس روح حلوه يعني، كلام جميل زي زمان في الستينات والسبعينات والثمانينات، الناس قاعده على القهوه، ده اهلاوي ده زملكاوي، او 10 اهلاويه مثلا بينفردوا بواحد زملكاوي ولا حاجه وبيقعدوا يتكلموا عليه، مفيش مشكله طالما فيه هزار مقبول لطيف ظريف. لكن امتى تزعل؟ امتى تزعل؟ لو انا لا قدر الله يبقى فيها اهانه او فيها تجريح او فيها سمعه مش لطيفه مش حلوه، كده مش اسمها هزار، كده هتبقى داخله في حاجه يعني ملهاش علاقه بالادب. لكن انت بتبعت حاجه وشايف ان انت انتصرت وفرحان وسعيد وبتربط حاجه بحاجه مثلا، او كلام انت قلته بحاجه حلوه وبتركب عليه حاجه جميله، لا نضحك مفيش مشكله، حقك ونتبسط ونهزر كمان. الافيه عجبني يعني، الافيه معمول حلو، حتى لو كان في واحد بينك وبينه اختلافات ولا حاجه، وانا بقول اللي بيني وبينه اختلافات لاي حد سواء كان على المستوى الاعلامي او على المستوى المسؤوليه او الاداره، يعني وانت في حته وعملت حاجه ظريفه ولطيفه مش هطلع دمها خفيف، مش هطلع اتكلم عليك واقول لك فاكر وما اعرفش ايه وانت كنت فاهم وقفشتك، لا خالص، هتضحك وهتتقبل الوضع بصدر رحب جدا جدا جدا، مفيش مشكله خالص. يعني اللي عملناه في الناس بقالنا في 24 ساعه اتقلب عليه، مفيش مشكله خالص. اوكي، ده كان بس حاجه تسود يعني، بنهزر ونضحك ونتبسط، وحتى لو فيها حاجات دمها خفيف ما تزعلش خالص 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 خالص، تمام؟ يعني بتحصل مره في السنه علينا نتقبلها، ايه المشكله؟ ايه القضيه يعني؟ مفيش مشكله خالص يعني، سيب الناس تفرح وتتبسط يعني. انت كمان خلي عندك الروح دي يعني، خدها بصدر رحب كده وجميل. الكوره حلوه والله وممتعه وحاجه جميله قوي، الكوره ما اتعملتش عشان الناس تشتم في بعض او الناس تهزق بعض او الناس تلقي على بعض التهم، الكوره اتعملت عشان يبقى فيها حاجه جميله وروح رياضيه جميله وحاجه ظريفه وتقلب فيه حلو ودمه خفيف وظريف ولطيف، ما اتعملتش عشان نتخانق مع بعض او نقطع هدوم بعض. بمناسبه بقى الافيهات يعني، يعني مش هسيب الامر كده، لازم يعني تقرص حته كده شويه كده. أنا عملت إحصائية على آخر ثلاث سنين للأهلي من موسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018، شفت الأهلي اتغلب كم مرة في الثلاث سنين دول، وشفت يعني الزمالك اتغلب كم مرة، فعملت إحصائية كده بالورقة والقلم مثلا، فلقيت إن الأهلي مثلا موسم 2015-2016 أو 2016-2017 و2017-2018 اللي احنا فيه ده، ثلاث سنين الأخيرة يعني. فلقيتها بالورقة والقلم كده، أعرضها يا سمير كده. موسم مثلا 2016-2017 الأهلي ما اتغلبش ولا مرة. الزمالك اتغلب من الأهلي 2-0، واتغلب من الإنتاج 2-1، واتغلب من المقص 1-0، واتغلب من سموحة 2-0، واتغلب الشرقية 1-0 لو تفتكروا، واتغلب من إنبي 2-0، واتغلب من مقصة تاني 2-0، واتغلب من الأهلي في الآخر بجونين لو تتذكروا يعني، كان وليد سليمان وأجاييه، اتغلب 2-0. في موسم 2017-2018 يعني عد كده 2017-2018 1-2-3-4-5-6-7-8، موسم 2017-2018 اللي فات الأهلي اتغلب مرتين، اتغلب من مصر مقصة 3-2 في السويس، واتغلب من الزمالك 2-1 بعد 10 سنين لو تتذكروا، والزمالك اتغلب من السموحه 3-0، ومن المقصه 3-1، ومن طلائع الجيش 1-0، ومن الاهلي 3-0، ومن المصري 1-0، ومن الاسماعيلي 3-1، ومن المقصه 1-0، ومن الاسماعيلي 1-0، ومن الاتحاد السكندري 2-1. يعني الموسم اللي قبل اللي فات اتغلب 8 مرات الزمالك، والموسم اللي فات اتغلب كم مره؟ 1-2-3-4-5-6-7-8-9. يعني في اخر موسمين الفاتوا اتغلب الزمالك 17 مرة، السنة دي الأهلي اتغلب من الاتحاد السكندري 4-3، واتغلب من الزمالك 1-0، واتغلب آسف من النجوم 1-0. يبقى في الثلاث سنين اللي فاتوا دول لحد دلوقتي، السنة دي ما خلصتش يعني، لكن أنا بتكلم من سنتين وشوية اللي لعبناهم لحد دلوقتي، الزمالك اتغلب 18 مرة والأهلي اتغلب
ثلاث مرات. فدي كانت احصائيه لعدد السنين اللي فاتوا والسنه دي يعني. اوكي، زي ما قلت لكم الحاجات اللي زي كده ممكن نبعتها كمان على الرسائل على الواتساب، مفيش مشكله، ونتكلم مع بعض ونهزر مع بعض ونضحك مع بعض ودي روح حلوه على فكره، يعني الروح جميله ما فيهاش مشكله خالص ومحدش يزعل منها. وانا زي ما قلت لكم لو حتى عندي اختلافات مع بعض الاعلاميين او المسؤولين، يعني لو فيها الحته ديت لو نطلع يعني يبقى فيها هزار دمه خفيف ولطيف في نتيجه معينه ولا حاجه، حلو والله، جميل جدا. ولما تيجي بقى وقت الجد ولا حاجه هنا في مباراه الزمالك مع الهلال على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلت لقطه مضيئه جدا لجمهور نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك ده على راسنا من فوق يعني. لكن هو ده الاسلوب اللي انا اتمناه حتى في المستقبل يعني. انت كسبت الف الف مبروك، ومن حقك تفرح وتعمل حفله او تعمل مش عارف اسمها ايه، بيحفلوا على ايه مش عارف ايه، كلام جميل في الاطار المقبول من غير التجريح ولا شتايم ولا الالفاظ اللي هي مش بتاعتنا ولا تربيتنا ولا اسلوب المصريين في حياتنا يعني عامه يعني. لكن هي مدرسه بقى، ربنا يعني ان شاء الرحمن يعني باذن الله تعدي على خير. بمناسبه كان في تصريح مش عارف الحياه وقفت عند كده ولا لا، لكن تصريح برضو واجب علينا ان احنا نصححه يعني. في ناس قالت لك ان بطوله افريقيا بطوله مش مهمه يعني، الكونفدراليه الناس بتاخد 700,000 دولار والدوري ابطال افريقيا الناس بتاخد مليون دولار. لا حضرتك، ده الكلام ده 2002 في اخر بطوله خدها نادي الزمالك، لكن دلوقتي بطوله افريقيا فيها 3.5 مليون دولار، ده اقل حاجه، لان انت بتاخد 2.5 مليون دولار وبتضمن على الاقل سادس مثلا في كاس العالم للانديه فبتاخد مليون دولار، ولو وصلت خامس بتاخد 1.5 مليون دولار، ولو دخلت رابع بتاخد 2.5 مليون دولار، يعني انت ممكن توصل مثلا لحوالي 6 مليون دولار ولا حاجه او 5 مليون دولار يعني. فاقل حاجه في دوري ابطال افريقيا 3.5، لكن 1 دولار دي او مليون دولار دي كانت سنه 2002 في اخر بطوله يعني، كان في ليه نصيب لنادي الزمالك انه ياخدها، لكن دلوقتي الامر عدى بكتير جدا جدا جدا. اوكي، خش بقى على موضوع شمال افريقيا. شمال افريقيا في تعاون جميل ما بين دول شمال افريقيا بقى في التحكيم وبقى فعل في التحكيم، ومحمود البنا على فكره بيقولوا، احنا ما شفتش الماتش، لكن كل اصحابي في تونس او الناس اللي هي متابعه كوره في تونس والناس اللي هي يعني قاصد جدا جدا في رايها قالت ان هو عمل ماتش كويس قوي 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 ما بين فرقتين كبار او قدام فرقتين كبار لتونس او في تونس يعني، سواء كان الترجي او الصفاقس. الترجي فرقه كبيره جدا ورهيبه جدا على مستوى تونس وعلى مستوى القاري يعني. على فكره بمناسبه الترجي يعني شالوا المدير الفني بتاعهم النهارده، خلاص مشي خالد بن يحيى، رحل عن الترجي التونسي، وفي مدير فني ماسك الشعباني مسك بشكل مؤقت يعني. فمحمود البنا عمل ماتش رائع جدا ما بين الترجي والصفاقس التونسي، وكانت محصلته ان الترجي التونسي خسر من الصفاقسي 2-0، وكمان اتطرد منه 2 كومب اللي هو لعيب الكاميروني وشمس الدين الزوادي اللي هو اللي بيلعب سرد باك وساعات باك رايت ده يعني. فالراجل ما هبش الموقف ولا حاجه ولا فرقه معاه حاجه اطلاقا، حكم بشكل كويس قوي، كان ليه صدى كويس جدا على مستوى تونس، حتى الاعلام التونسي اشاد بيه بشكل كبير قوي. فاذا التعاون ما بين شمال افريقيا بشكل عام واضح ان هو ساير بشكل جيد جدا، ودي حاجه حلوه مش وحشه جدا، مش وحشه خالص يعني. لسه بقى حته خطوه اللعيبه يعني، الناس كلام اتقال هنا، وتونس اعلنت زي ما قلت لكم ان هو هيبقى 8 لعيبه، 3 محترفين بشكل افريقي او اوروبي او لاتيني ايا كانت الجنسيه مش مشكله، وخمسه من دول شمال افريقيا، ياخدوا خمسه بقى كلهم من الجزائر، كلهم من مصر، كلهم من ليبيا، ايا كان بقى من المغرب، براحتهم على الاخر يعني، المهم ان هم خمسه يعملوا ميكس بقى بينهم ومن بعض، 2 من مصر و2 من المغرب و1 من ليبيا على حسب ما يختاروا. حتى دلوقتي موجود يعني مثلا على مستوى الترجي في يوسف البلايلي مثلا يعني، ده مغربي اساسا يعني او جزائري اساسا، وعمرو مرعي بيلعب في النجم الساحلي وهو مصري بالتاكيد يعني. فاذا دول هيتعاملوا معامله اللعيبه المحليه، بس هم حددوها، احنا في مصر لسه ما حددناش يعني. حتى التصريح اللي طلع من المسؤولين في اتحاد الكوره مش قادر تقول ايه يعني، طب انتوا عايزين ايه يعني، واضح ان الاجتماع لسه ما حصلش او لسه ما اتفقوش على حاجه. اوكي، رايي انا الشخصي ان كل من واكبت الاحداث او العصر بتفيد الكره المصريه، انا مش مع حته ما فيش ولا لعيب مثلا يعني افريقي راس حربه تضمه، ده كلام انا شايف ان هو كلام يعني ما يصحش ابدا وما لا يجب ولا يجوز.
لا يجوز، ولا تناقش ولا تجادل يا اخ علي، لا تناقش ولا تجادل، يعني كلام فاضي يعني. يعني ايه اصل الكره المصريه ما فيهاش راس حد دلوقتي فنمنع استخدام اللعيبه الافارقه المهاجمين او حتى حراس المرمى، او حتى حراس المرمى. انت دور على السبب، الناس تحت تشتغل كويس وتدور كويس ويتعبوا بشكل كويس، والناس تشيلها من مكاتبها وتنزل تدور في السوق كنز، تدور هنا وتدور هنا ومراكز شباب ومراكز شباب هنا ومش عارف ايه. ده يعني شبان هنا عندها ولد زي الفل، زي شبان هنا في الكاس، هستعرض لكم النتائج دلوقتي يعني. فانت عندك منجم ذهب موجود في مصر، لا ومصر يعني قادره انها تجيب محمد صلاح تاني، ومحمد صلاح بشرطه، ومحمد صلاح ثالث، ومحمد صلاح رابع، ومحمد صلاح خامس، قادره. اللي جاب محمد صلاح هيجيب كتير زي محمد صلاح، بس عقليه محمد صلاح بتساعده، وموهبته اكيد جميله وهايله، لكن انت كمان لو دورت والله هنلاقي، والله هنلاقي. هي مساله تعب بس، ان انت تتعب، ما تبقاش يعني بتدور بس على الراجل لما يوصل 17 و18 و19 سنه تاخده على الجاهز، لا ممكن تتعب من شويه او بدري شويه. فانا رايي الشخصي لا، افتح المجال على اخره، مفيش مشكله خالص، تمام، محدد بس بمعايير ونظام تخلي الموضوع له قوه وله اهميه وصداي يمشي بشكل كويس جدا بحته نظاميه شويه، مفيش مشكله، مفيش اطلاقا اي مشكله خالص يعني. بس يمكن احنا بدانا الموسم بنظام، الصح ان احنا ننهي الموسم بنفس النظام، ولا نحط بند في وسط الموسم كده مفاجئ الناس مش مستعديه ليه؟ هي دي النقطة. على فكرة أنا مع أن أنت تدخل الموضوع عادي، لكن أنا بتكلم على النظام يعني عامة يعني، أوكي؟ فالنظام يقول لك دخل الأمر في الأول، من الأول ابدأ بطولة وانهي بيها بنفس شروطها مثلا أو نفس البنود بتاعتها. وواحد يقول لك لا، طب السنة اللي فاتت مثلا على سبيل المثال قلنا 3 أفارقة أو 4 أفارقة، وبعد كده لا 4 في السكور، لا 3 في السكور، لا 2 في السكور، نفتح الشباك، نقفل الشباك، طب ندخل ايه، طب لا اقعد يا اتحاد الكورة وهات ممثلين للأندية وخدوا قرار جماعي، خدوا قرار جماعي، مفيش أي مشكلة فيه، بالعكس يبقى الناس كلها قاعدة على الترابيزة وتستفاد من الأمر. انا كسيد عبد الحفيظ شايف ان الامر كويس، مفيش مشكله. اولا هيخلي الحته الماديه هتقل شويه، لان المعروض هيبقى كتير جدا، تتكلم على لعيبه في الجزائر، لعيبه في المغرب، لعيبه في تونس، لعيبه في حاجات كتير جدا. واوعى حد يقول لا هياثر على منتخب مصر. يا سيدي اوروبا، هتقول لي احنا مش اوروبا، مش عارف يعني كل ما اكلم واحد يقول لي احنا مش اوروبا. يا سيدي ده احنا بنروح اوروبا بنبقى ملتزمين قوي، بنمشي على نفس النظام بتاعهم ونفس القانون بتاعهم، ونبقى يعني اكننا صوره طبق الاصل منهم. مش معنى لما بنيجي هنا بنقول لا احنا مش اوروبا، لا احنا قادرين نبقى اوروبا واحسن من اوروبا كمان يعني، يعني احنا احسن بكتير كمان منهم. بس هي الفكره كلها ان العقليه بتختلف، انت بتروح هناك بتسستم نفسك وتفكيرك ان انت هتمشي مع النظام ومع القانون، هنا لا، هنا ممكن تلاقي نفسك لا داخل في حته ثانيه بتفكير ثاني. لا، لو مشيت بنفس العقليه ومشيت النظام هنا في الكوره واللوائح هنا في الكوره، والله هنبقى كويسين جدا. فهي خطوه ناخدها يعني. اوكي، ده كان رايي في موضوع شمال افريقيا. قبل ما نستقبل نجومنا، امبارح اخطبوط المنصوره، حارس مرمى المنصوره، عمل ماتشين مش طبيعيين، مش ماتش، ماتشين يعني. الدور ال 64 اللي هو كان الدور التمهيدي لكاس مصر هو السبب في صعودهم، وامبارح هو الراجل السبب في صعودهم. والراجل ده يبدو ان هو مثلا ما حدش يلعب عليه ضربات جزاء، صد 4 ضربات جزاء، فيهم واحده في العارضه او 2 في العارضه مش فاكر بالظبط، لكن في النهايه نجح ان هو بيلعب الداخليه يتصدى لاربع ركلات جزاء، وهو السبب الرئيسي في صعود المنصوره. وفازت المنصوره على الداخليه 2-0، نتيجه لذيذه جدا في ضربات الجزاء. تخيل ضربات جزاء تنتهي 2-0 و9 يشوطوا، يعني 2-0 و9 يشوطوا. الداخليه ضيعت 4 ضربات جزاء ورا بعض ورا بعض، والمنصوره ضيعت اول 3 ورا بعض، المنصوره اللي كانت بتشوط الاول. الداخليه خسرت من المنصوره، ودي المفاجاه الوحيده اللي حصلت لحد دلوقتي في الكاس. الانتاج الحربي تفوق على الشرطه 2-0 لمحمد رجب ومحمد حمدي، والاسماعيلي تفوق على ناصر الفكريه 4-0، عبد الرحمن مجدي وعمر طارق الوحش ومحمد مجدي وشكري نجيب. المقاولين فاز على المحله 2-0، الاهداف للويس ومحمد سمير. والمقاولين في طريق الاسماعيلي هيقابل الاسماعيلي. اوكي؟ هقول لكم كده الداخليه هتلاعب مين. الداخليه هتقابل امبي، المنصوره اسف،
منصور اسف، منصور اسف، معلش معلش، فكروني بالجون على طول، معلش 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 معلش. المنصوره هتقابل انبي، انبي تفوق على شبان انا بثلاثيه، يبقى انبي هيواجه المنصوره، والاسماعيلي هيواجه المقاولين العرب. بيراميدز تفوق دلوقتي على طنطا 3-2، وهينتظر بكره الفايز من الترسانه والاهلي، يا رب ان شاء الله الرحمن يكون الاهلي باذن الله. بتروجيت تفوق على مركز شباب تلا 6-0، يعني اهداف محمد سالم واحمد رؤوف، واحمد رؤوف تاني ضربه جزاء، ومحمد سالم مره ثانيه، واحمد فوزي ضربه جزاء، ومحمد شعبان في مرمى، يعني ده كان بتروجيت. انبي تفوق على شبان المسلمين هنا زي ما قلت لكم 3-0، نوح وائل ومحمود قعود هدفين، وبيراميدز فاز على طنطا 3-2. بكره في ثلاث مباريات، وادي دجله مع الجونه، والاهلي مع الترسانه، ومصر المقاصه مع ابو قير الاسمده، ويوم الخميس النجوم مع حرس الحدود، وسموحه مع الالومنيوم، وطلاء الجيش مع القناه، طلع الجيش مع القناه، والاتحاد السكندري مع بترو السويس، بورتو السويس، اسف بترو ايه، الاتحاد السكندري مع بورتو السويس، والزمالك مع مركز شباب منيه سمنود، والمصري مع الجزيره مطروح. ده مؤجل على فكره، كان المفروض يتلعب بكره لاسباب امنيه كده تاجل الماتش. يلا يلا معانا كابتن ياسر الكناني المدير الفني للمنصوره. مساء الخير يا كابتن ياسر، والف مبروك. كابتن سيد، سعيد ان انا اكون متواجد معاك عبر قناه الاهلي، خالص تحيه ليك ولمشاهديك الكرام. ربنا يخليك كابتن ياسر، الف مبروك. يعني اولا فوز كبير جدا على فرقه ليها اسمها في الدوري الممتاز الداخليه، المنصوره صاحبه اسم كبير جدا طبعا في عالم كره القدم، وفرقه كبيره قوي، وجيل كان رائع جدا سواء كان في التسعينات او حتى في اوائل الالفيه الثالثه، لكن في النهايه يبقى الوضع غايب عن المنصوره كتواجد في الدوري الممتاز. لكن بحييك جدا، بحييك على الشخصيه اللي عملتها للعيبه، بحييك للصمود ان انت تلعب يعني فتره طويله جدا بدون ما يخش معاك يخش في مرماك هدف، بحييك على الجول ده كمان، يعني واضح ان هو يعني اخطبوط لضربات الجزاء. والله كابتن سيد طبعا يعني في البدايه طبعا احنا بنمثل نادي كبير، نادي المنصوره ليه كيان كبير، النادي ليه تاريخ كبير، انما نظرا لوجود الانديه صاحبه الفلوس او الانديه الشركات او ايا كان، اصبحت الكوره الناحيه الماليه هي لها الدور الكبير. تلاشت انديه شعبيه كتير كان من ضمنها نادي المنصوره، وفي انديه كتير علشان خاطر موضوع الفلوس. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنحاول يعني من خلال الناس اللي موجوده كلها نرجع نادي المنصوره للوضع اللي يليق به. نادي المنصوره نادي كبير، احنا في الدوري ماشيين بخطى ثابته بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا متصدرين الدوري مع فرق قويه وفرق عريقه، مجموعتنا صعبه جدا، نادي الرجاء ونادي طنطا، موجود الاولمبي، بلديه المحله، غرب المحله، دمنهور، اوليمبي، مجموعه في منتهى القوه ومنتهى القسوه، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين بخطى ثابته. والكاس دي هدف لينا، هدف كنا ماشيين في خطين متوازيين في بطوله كاس مصر، البطوله الاولى ان احنا نقول للعيبه ان اللعب مع الدوري الممتاز كويس في حاجات كتير، بيعرضوا نفسهم في فيديوهات تحليليه، الشغل بتاعهم بيبان، بيبقوا ظاهرين بمظهر كويس، فعلشان خاطر تفضل موجود اون سبوت على طول او تحت الاضواء على طول لازم تتعب في القسم الثاني عشان تطلع للدرجه الاولى، ده كان الهدف الاول بتاعي. الهدف الثاني ان احنا بنجهز المجموعه كلها اللي هم يشاركوا في كاس مصر او مجموعه الناشئين، بندفع بمجموعه ناشئين بالتدريج واحد ورا واحد علشان خاطر يبقى عندنا بدائل كويسه، لان الفريق الكويس والدوري بتاعنا دوري صعب، الفريق الكويس اللي عنده بدائل كويسه يقدر يصنعوا فارق. خليني بس من خلال قناتك المحترمه ومن خلال وجودك كابتن سيد تملي باستمرار انت كسان الحق، اقول ان انديه القسم الثاني بصراحه مظلومه جدا جدا في بطوله كاس مصر، لان احنا بنلعب اولا احنا لعبنا اسبوع ثلاث مباريات متتاليين ادوار تمهيديه، ثاني حاجه القرعه مش فير خالص، ان لازم في الاجبار ان احنا نلعب نادي درجه دوري ممتاز. طب ماشي، ممكن يكون نلعب دوري ممتاز علشان خاطر الدوري الممتاز عنده ملاعب وعنده كل حاجه ماشي، انما القرعه كمان لازم اجباري ان احنا اللي نروح لهم. خلي بالك يعني ممكن الانديه كتير عانت، نادي شبان هنا النهارده اللي كان النهارده شبان هنا بيلعب جاي قبل الماتش بثلاث ايام وتعبان جدا. ارجع للنقطه الاساسيه اللي معاك كابتن سيد اللي هي المباراه، الحمد لله فضل من ربنا احنا اشتغلنا شغل كويس، مهما كان احنا في فروق فرديه وفروق فنيه جماعيه بين انديه الدوري الممتاز والدرجه الاولى، احنا اتغلبنا عليها بالتنظيم الدفاعي، الشغل كمجموعه يعني انا كنت عارف ان الداخليه لها اسلوب معين ان هم بيستدرجوك علشان خاطر يبقى في امتحان في ظهرك. تملي باستمرار لو تتبعنا مباراه الداخليه هتلاقي ان
نتائجها كويسه مع الفرق اللي بتهاجمها. الاتحاد راح يهاجم الداخليه كسبوا 3، المقاصه بيهاجم الداخليه كسبوا، انما الداخليه ممكن يكون متعود ان هو اللي يهاجم. فانا كان الاستراتيجيه بتاعتنا بتاع الماتش ان انا اجيبهم عليا وبعد كده ندور على الشق الهجومي. بمنتهى الامانه عشان برضو الكلام ما يبقاش كتير، احنا كنا كويسين في الشق الدفاعي، كان عندنا الشق الهجومي الى حد ما مش بالشكل المطلوب، ووصلنا للي احنا عايزينه. والاهم كمان ان احنا في الوقت الاضافي كانت اللعيبه واقفه على رجلها من ناحية البدنيه على رجلهم، وده الناحيه البدنيه يعني مهما كان في فوق من الدوري الممتاز والقسم الثاني، انما اللعيبه كانوا واثقين. وانا كنت بقول لهم قبل ما نسافر كلنا متوعدين ومتعهدين ان احنا نعمل حاجه كويسه. يعني صدقنا كابتن سيد انا ما بحبش اتكلم بعد المباراه لان نتيجه المباراه بتكون بلد، انما انا كنت قايل اللي مش جاي على اساس ان هو هيكسب ونصعد لدور 16 ما يركبش معانا الاتوبيس. كنت بحاول اثبت لهم يعني نستغل ان احنا نلعب دوري ممتاز ادي اداء كويس بفضل الله نصعد، علشان خاطر المكسب ده يدينا ثقه في المهمه الاساسيه بتاعتنا اللي هي الدوري القسم الثاني. طيب كابتن الحمد لله طبعا على كل شيء، وهارد لك طبعا للداخليه. لكن خليني اقول لك، هل فعلا يعني ولا حارس المرمى سويه؟ عاطف نصحي ده يعني انا جبته من نادي المنيا بقاله سنتين، ده الموسم الثالث ليه معانا عاطف نصحي. عاطف فعلا صدق 5 ضربات جزاء في الدور التمهيدي، ولا ده كلام مش صحيح؟ احنا كنا احنا الادوار التمهيديه بتاعتنا كان النادي بالبيس، لعبنا بالبيس بس كسبنا 1-0، وبعدين لعبنا نادي شيكو كسبنا 2-0، ونادي نابارو لعبنا ضربات جزاء. برضه للمفارقه ان احنا ضيعنا اول 3 ضربات جزاء ده برضه، او 3 ضربات في الداخليه. هو عاطف يعني عاطف صد 4 ضربات جزاء في الماتش الاول، صراحه صد 4 ضربات جزاء، وفي الماتش الثاني برضه صد 3 ضربات جزاء واحده في القائم. يعني سد 8 من اصل 9 كده، صح كده؟ هو لعب، هو مميز وغير كده. دي جديده دي. وهو كمان يعني اداؤه في المباريات كلها على هايل. هايل. كم سنه هو؟ كم سنه؟ عاطف 30 سنة وحارس كويس، بس يعني مش هيبقى حارس كويس غير لما يكون البديل بتاعه كويس، وانت عارف حاجة لازم يكون بديل كويس. انت شاطر يا كابتن ياسر، انت شاطر، انت عايز تكسب الناس كلها زي الفل. اتفضل. خليني طبعا برضه احيي المدرب بتاعه، مفيش حارس هيبقى كويس غير بمجهود مدرب كابتن مدحت كامل، ادى ده كويس. والحارس اللي موجود معانا الحارس الثاني فتحي سلامة بمنتهى الامانة لا يقل عن عاطف. عاطف من يعني مش عايز اذكر لاعب بعينه، انما من خلال 7 اسابيع بتاعنا هو يعتبر من احسن حراس القسم الثاني. وانا بحييك كمان على ذكائك، يعني حلو جدا ان انت تكسب الناس كلها وتكسب جهازك الفني وتكسب لعيبتك. بحييك كابتن ياسر وكل التوفيق ليك. شكرا ياسر الكناني المدير الفني لنادي المنصوره. مهم قوي ان المدير الفني يبقى ذكي، ومهم جدا وفي تصريحاته ان هو يعني يرمي بعض الكلمات او بعض التصريحات اللي تخليه دايما يعني الناس كلها تحت جناحه زي ما بيقولوا، ويكسب الناس كلها، لان انت اللي مش هتحتاجه النهارده هتحتاجه بكره، واللي انت يعني قارص عليه النهارده مثلا ولا حاجه بكره ممكن تبقى انت بتستعين بيه. فده مهم جدا، يعني بحيي ياسر الكناني على ذكائه وان هو يكسب الناس كلها. طيب اروح لمباراتنا احنا، مباراه الاهلي بكره ان شاء الرحمن مع الترسان. الدوري اتقفل بحلو ومر وخلاص، انتهى الامر بالنسبه لنا على كده، يعني خلاص خلصت بقى، يعني هي مباراه في وسط الموسم ايا كان الوضع وايا كانت النتيجه وايا كانت الانتصارات وايا كانت الهزيمه والتعادل حتى، مش مشكله، ده وارد في عالم كره القدم. لازم نكسب حاجه من اللي خسرناه، لازم نكسب، ان كل مباراه لها ظروفها وكل مباراه لها وضعها وكل مباراه لها احداثها. ومباراه الغد هي مباراه مع فرقه، يعني اول مدير الفني بتاعها كابتن احمد كشري، مدير فني جيد جدا، وانتوا تتذكروه لما كان موجود في النصر والتعدين كان عامل شغل هايل جدا، ما بيميلش قوي للحته الدفاعيه من خلال لعبه حتى. يعني المعلومات اللي احنا جايبينها هو ترتيبه في الجدول تقريبا الرابع من خلال النتائج، خسر مباراه واحده بس من الشمس تقريبا 2-0، كسب حوالي 3 مباريات، ده الترتيب على الهوا. طبعا الامر انا بالنسبه لي هيبقى صعب قوي، يعني القرايه هتبقى صعبه في اللي احنا الترسانه. مين الاول؟ طيب القناه الاول، اوكي. طب خلينا في الترسانه. ترسانه قول لي الارقام، انا يعني معلش مزغلل عينيا. الترسانه لعب 6 وفاز 3 واتعادل 2 وخسر 1، مظبوط كده، وخسر 1.
طريقه لعب الترسانه، طريقه لعب الترسانه بيلعب 3 4 3 3 4 3. عنده نجوم من الدوري الممتاز والناس عندها خبره، منها منهم السيد حمدي مثلا اللي هو كان نجم النادي الاهلي في فتره من الفترات وموجود معاه، ساعات بيلعبه رقم 9 وساعات بيلعبه على الجناب جناح ساعات، لكن الطبيعي ما بيبداش بيه، ممكن بكره يبدا بيه ما اعرفش. محمود شاكر كمان عنده خبره كبيره جدا في الدوري الممتاز لكن ما بيلعبش بشكل اساسي، بيلعب مكان واحد اسمه عماد حلمي. تشكيله كابتن احمد كشري مكونه من 3 4 3، بيلعب احمد هشام، بيلعب رضا صلاح، بيلعب عماد حلمي، بيلعب ريعو، طبعا هو مش اسمه ريعو بس نسبه الى ريعو الكبير يعني، هشام رجب وابراهيم منصور وطارق وطني، عمرو طارق ومحمد مصطفى وحماده جلال. حماده جلال ده لعيب كويس، حماده جلال ده لعيب جيد جدا يعني، بيلعب راس حرب، لعيب جيد. ممكن محمد مصطفى ما يلعبش ويلعب السيد حمدي، ممكن يعني وارد جدا في الكوره، لكن في النهايه تبقى يعني مباراة صعبة. ومباراة الكؤوس عامة دمها تقيل، مباراة الكؤوس دايما بتبقى دمها تقيل يعني، مفاجآتها مش لطيفة، لازم تستعد لها كويس قوي. طبعا انت بتبقى داخل بمعنويات مختلفة، بأهداف مختلفة، بغيابات عادة بتبقى كتيرة، بتبدأ يعني مباراة الكاس تاخد السخونة المطلوبة والاهتمام الأكبر ابتداء من دور الثمانية كده، الناس بتبدأ بقى ايه، الصفوف بتكتمل، لعيبة المنتخب بتبقى موجودة، بتقابل فرق عندها مكانة كبيرة في الدوري. طبعا الترسانة تاريخ عظيم جدا وانا كنت بحبهم جدا 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 والله، يعني لهم مكانة في قلبي كبيرة جدا يعني من ايام زمان يعني، كابتن تونسي وكابتن صبر صالح الله يرحمه ومجموعة كبيرة جدا من الناس يعني، مش شفناش منهم غير كل خير الحقيقة يعني، في التعامل والاحترام والادب وكل حاجة الحقيقة يعني. طيب مواجهات الاهلي مع الترسانة عبر تاريخه مواجهات ما بتبقاش سهلة، وخليني اقول لكم يمكن الترسانة من الفرق القليلة بعد الاهلي والزمالك يعني اللي خدت الدوري والكاس مرات متعدده، يعني خدت الكاس مره وكسبت الاهلي فتره من الفترات يعني بسكور كبير، وكانت متفوقه ايام زي ما قلت لكم الشاذلي ومصطفى رياض ومجموعه. كابتن الشاذلي كفايه ان هو في ماتش اعتزاله، كابتن الشاذلي يعني عشان تعرفوا قيمه المهاجم ده، في ماتش اعتزاله جايب هاتريك تقريبا يعني، فراجل بيعرف يجيب جون وهو في ماتش اعتزاله، فارقام بتبقى رهيبه جدا. اذكركم بابطال الكاس عبر التاريخ الاول وبعد كده اقول لكم مواجهات الاهلي والترسانه ومين اللي له الافضليه عبر التاريخ برضو. ابطال كاس مصر الاهلي 36 مره، الزمالك 26 مره، ودي البطوله اللي ممكن تلاقي الاهلي والزمالك قريبين من بعض شويه لانها بدات بدري جدا. الاهلي والزمالك يعني 36 26، الترسانه 6 مرات زي ما ذكرت لحضراتكم، متساوي مع الاتحاد السكندري، لكن طبعا يتفوق على الاتحاد السكندري ان هو خد دوري، الاتحاد ما خدش دوري، لكن عدد المرات الترسانه 6 مرات، الاتحاد السكندري 6 مرات، المقاولين 3 مرات، الاولمبي مرتين، الاسماعيلي مرتين، حرس الحدود مرتين، امبي مرتين، الترام مره واحده، والقناه مره واحده، والمصري البورسعيدي بالتاكيد مره واحده، يبقى 12 نادي قدروا ان هم يفوزوا ب كأس مصر. خليني اقول لكم بقى مين اللي مش موجود في ال 12 نادي دول اللي خدوا كأس مصر. الترسانه مش موجود، الاولمبي مش موجود 2، حرس الحدود دخل الحمد لله السنه دي، الترام مش موجود 3، القناه مش موجود 4، يبقى 4 انديه من اصل 12 فازوا بكأس مصر مش موجودين في الدوري الممتاز، 4 من اصل 12. الاولمبي ده حاجه كانت رائعه جدا يا جماعه، ممتاز جدا وتاريخ كبير جدا جدا جدا، والترسانه بالتاكيد يعني. اوكي خش بقى على اللي بعده، هتلاقي مثلا نتائج الاهلي مع الترسانه في كاس مصر. مثلا الاهلي لعب مع الترسانه 19 مباراه عبر تاريخ البطوله عبر تاريخ كاس مصر، فاز الاهلي في 16 مباراه واتغلب مرتين وتعادلوا مباراه بس الاهلي حسمها بضربات الجزاء. يعني دايما ضربات الجزاء ما بتتحسبش هزيمه ولا فوز على فكره، يعني بتتحسب اكنها تعادل، رغم ان انت ممكن تفوز لكن ما بتحسبش مثلا يقول لك ايه بتضيف للي فايز او بتنقص من المغلوب، فبتتحسب كده لوحدها يعني. فالاهلي فاز في 16 وتعادلوا مباراه بس الاهلي في التعادل ده حسمها 4-3 لصالحه، والترسانه فاز مرتين. هدفوا الاهلي في مرمى الترسانه في كاس مصر احمد مكاوي 5 اهداف ومختار التتش 4 اهداف، هداف الترسانه في مرمى الاهلي في كاس مصر بدوي عبد الفتاح هدفين، يبقى احمد مكاوي 5 ومختار التتش 4 وهداف الترسانه في الاهلي بدوي عبد الفتاح، كابتن بدوي عبد الفتاح بهدفين. اكبر انتصارات الاهلي في كاس مصر موسم 2014، اكبر انتصارات الاهلي في كاس مصر مش على الترسانه بقى، انا بتكلم في العموم يعني في كاس مصر في تاريخه يعني، موسم 2014 2015 الاهلي فاز على الجونه 13-0
وموسم 26 27 الاهلي فاز على مصر مدرسه للطيران الاسم مظبوط كده 8-0. وموسم 50 51 الاهلي فاز على السويس 7-1. و31 32 موسم 31 32 الاهلي فاز على الاسماعيلي 6-0. موسم 41 42 الاهلي فاز على بني سويف 6-2. موسم 45 46 الاهلي فاز على الاسماعيلي تاني 6-0. الاهلي موسم 49 50 فاز على الترسانه بقى 6-0. وموسم 58 59 فاز على الاتحاد 6-0. وموسم 2014 2015 فاز على طهطا 6-1. وموسم 2016 2017 فاز على الالومنيوم 6-0. دي كانت نتائج الاهلي الكبيره في الكاس، لكن خليني نروح للهدافين بقى للاهلي، هدافين الاهلي عبر تاريخ الكاس. مين اكتر لاعب احرز في للاهلي في الكاس بشكل عام في التاريخ يعني؟ هنلاقي ان كابتن احمد مكاوي احرز 35 هدف في مسابقات الكاس عبر تاريخه يعني. كابتن مختار التتش 21 هدف، عماد متعب 19 هدف، كابتن صالح سليم 17 هدف. كابتن سيد عطيه اللي هو توتو الشهير بتوتو بالتاكيد 16 هدف، كابتن محمد الجندي 14 هدف، كابتن حسين مدكور 14 هدف، كابتن لبيب محمود 13 هدف، فؤاد صدقي 13 هدف، كابتن سيد الدزوي الاسم الشهير اكيد 12 هدف، دكتور طه اسماعيل 12 هدف، احمد عبد المنعم كشري اللي هو مدرب الترسانه بكره ان شاء الرحمن جايب 11 هدف، حسين حجازي جايب 10 اهداف، محمد رمضان كابتن محمد رمضان 10 اهداف، كابتن الخطيب 9 اهداف، كابتن وليد صلاح الدين 9 اهداف، ابو تريكه 9 اهداف، وكابتن ايمن شوقي 8 اهداف. البطوله للاهلي وبطوله الكاس وبطوله الترسانه، يعني الاهلي امتى خد اول بطوله للكاس وامتى الترسانه خد اول بطوله للكاس؟ اول بطوله للاهلي للكاس كانت موسم 23 24. اخر بطوله للاهلي في الكاس كانت موسم 2016 2017 الفوز على المصري لو تتذكروا يعني 2-1. الترسانه اول فوز ليها بالكاس كان موسم 22 23 يعني هي خدت الكاس قبل الاهلي. اخر فوز للترسانه بالكاس كان موسم 85 86. طيب ارقام بقى ما بين الاهلي والترسانه في كاس مصر، ارقام ما بين الفرقتين. أول فوز للأهلي على الترسانة في كأس مصر كان 14 إبريل 26 بنتيجة 2-1. آخر فوز للأهلي على الترسانة في كأس مصر كان 4-2 في 28 يناير 96. يبقى إذن الأهلي من سنة 96 لحد دلوقتي، يعني أنت بتتكلم في كام؟ 22 سنة، مظبوط كده؟ مظبوط، 22 سنة، الأهلي لم يتقابل مع الترسانة في بطولة الكأس خالص. من موسم 96 تحديدا 28 يناير 96 لحد دلوقتي 22 سنه الاهلي ما لعبش الترسانه في الكاس خالص. اول فوز للترسانه على الاهلي في 2 مارس 62 نتيجه 4-0، نتيجه ثقيله. اول فوز او اخر فوز للترسانه مع الاهلي في 28 ابريل 67 بنتيجه 2-0. يبقى اذا ناخد برضو ان الاهلي او الترسانه ما كسبش الاهلي من 51 سنه في الكاس. اكبر فوز للاهلي على الترسانه في كاس مصر كان 30 ابريل سنه 50 6-0، و11 مايو 83 6-0، و11 نوفمبر سنة 27 4-0. آخر حاجة مواجهات الأهلي والترسانة عبر التاريخ. مواجهات الأهلي والترسانة عبر التاريخ. في الدوري العام لعبوا مع بعض 90 مرة، الأهلي فاز في 61 والتعادل 19 مرة وهزيمة 10 مرات. أهداف الأهلي 184 وأهداف الترسانة 71. في كاس مصر لعبوا 19 مرة، فاز الأهلي 16 وتعادل مرتين أو هزيمة مرتين آسف، والتعادل المرة ده كان ما بين لازم يروحوا ضربات جزاء لأن هم بيلعبوا كاس، فالأهلي كسبوا يعني كده الأهلي كسب 17. الأهلي له 44 وعليه 13. كاس السلطان حسين لعب الأهلي مع الترسانة 6 مرات، فاز الأهلي 4 وتعادل 1 وخسر 1، له 11 وعليه 4. دوري منطقة القاهرة لعبوا 55 مرة، الأهلي فاز 34 وتعادل 12 وخسر 9 وله 129 وعليه 64.
اوكي، المجموعات بقى اللي هي الفوز 115 وتعادل 33 وهزيمه 22، ده المحصله يعني. محصله الاهلي او اهداف الاهلي في الترسانه 368 هدف، عدد كبير جدا، وعليه 152 هدف. دي كانت يعني نظره او اطلاله خفيفه كده على الاهلي والترسانه في مواجهه بكره صعبه مش سهله، يعني صعبه جدا، غيابات كتيره، ظروف كتيره بتحوط حول الاهلي، لكن في النهايه هنستعرضها مع نجومنا كابتن عادل طعيمي وكابتن حمد الصيد وكابتن اسامه حسني. هقول لكم بعض الاخبار السريعه وبعدين نطلع بفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا باذن الله. خلينا اقول لكم الاهلي بيخوض مباراه الترسانه باختيار كارتيرون 20 لاعب، شريف اكرامي وعلي لطفي حارسين فقط، هشام محمد واسلام محارب وصابر رحيل، احمد حمودي ومؤمن زكريا واحمد حمدي وكريم ندفد واحمد ياسر ريان ومحمد عبد المنعم، يبقى عنصر جديد اهو محمد عبد المنعم اللي هو لاعب الشاب مواليد 99، لاعب جيد جدا وكان طلع السنه اللي فاتت بشكل كويس وان شاء الله الرحمن يبلوه مستقبل كويس. احمد علاء يعني كمان الراجل المنتقل من الداخليه للاهلي، عمرو السوليه عوده حميده باذن الله يا عمرو، ومحمد شريف ان شاء الله الرحمن يكون له مكانه في التشكيله الاساسيه بكره، احمد الشيخ الف مبروك يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون له دور باذن الله بكره سواء كان اساسي او احتياطي او يشارك بعض الوقت. يا احمد انت لعيب كويس هقولها لك للمره المليون، فلعبت من الاول لعبت بعد شويه يعني ان شاء الله الرحمن تأدي بشكل كويس. ميدو جابر ما شاء الله رجع كمان اهو، ناصر ماهر هل ممكن يبقى له دور ولا لا، اكرم توفيق هل ممكن بكره يبقى الباك رايت في غياب احمد فتحي وباسم علي يتعور ومحمد هاني وانضمام للمنتخب، محمود الجزار ده لعيب كويس قوي كان لعب مباراه المصري السنه اللي فاتت وادى بشكل كويس قوي، وعمار حمدي المنتقل من النصر ده لعيب مهاري بشكل هايل جدا. طيب كان في محاضره فيديو الجهاز الفني وكارتيرون عمل محاضره للعيبه جمع فيها اللقطات بتاعه نادي الترسانه، احنا كمان عندنا شويه لقطات لنادي الترسانه، عندنا شويه لقطات كمان لنادي الترسانه ماشي، بعد شويه هيبقوا معانا نجومنا في التحليل نستعرض الموضوع ده معاهم. يعني مؤمن زكريا كان بيتعرض لحاجه في الكتف، هي معتاده عند مؤمن يعني فبتترد على طول، كتف بيترد على طول، ممكن بيبقى فيها الم يوم او يومين بس بيرجع بشكل كويس ان شاء الله الرحمن يعني مفيش مشكله. صلاح محسن بيواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي، مفيش ازمه عنده ان شاء الله يكون موجود في مباراه وفاء الصيف. وفاء الصيف المدير او رضا بن ادريس اللي انا قلت له لحضراتكم انه استقال امبارح، كان قال له قعده او كان عنده اجتماع مع رشيد الطوسي اللي هو المدير الفني، ويبدو ان المايه هترجع لمجاريها وهيخش الجهاز تاني، يبدو كده في الاذهان. علي معلول طار لتونس خلاص، هو مش موجود في مباراه الغد لكن راح تونس هيستأنف علاجه هناك مع المنتخب. كارتيرون مرن اللعيبه النهارده على ضربات الجزاء وعمل قعده مع علي لطفي. علي عايز اقول له حاجه، عايز اقول حاجه لعلي يا سامح، علي جون هايل جدا، راح منتخب مصر وكان موجود في انبي قبل انضمامه للنادي الاهلي وجون ممتاز جدا، وانا في رايي الشخصي يعني لا يسال اطلاقا عن الاهداف الاربعه الا باستثناء يمكن الهدف الرابع شويه، يعني رايي الشخصي انا مش مدرب حراس مرمى يعني، لكن رايي الشخصي ان هو لا يسال، لا على الهدف الاول صعب جدا، الهدف الثاني صعب جدا، الهدف الثالث بينالتي يعني، انت جول رائع جدا، ممكن في بعض الاوقات البدايات ما بقولش ان انت تكون مش موفق فيها، ممكن الحظ فيها ما يخدمكش شويه، لكن مش مشكله البدايات، المهم الاستمراريه. انا مقتنع تماما بامكانيات علي لطفي، مقتنع تماما ان هو لا يتحمل او اي جزء من الاهداف اللي دخلت مرماه في مباراه الاتحاد السكندري باستثناء يمكن ممكن يبقى له 25% من الهدف الرابع يعني، تمام؟ هو لاعب ان احمد الالفي هيستلم الكوره، احساس الشخص كده، فحاول ينقض على احمد الالفي، اول ما يستلم احمد الالفي يكون هو قدامه على طول، احساس الشخص يعني، لكن انا رايي الشخصي ان هو جول رائع جدا 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 جدا، محدش يظلمه ابدا ان في مباراه الاتحاد السكندري هتبقى احسن واحسن 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 واحسن, وأحسن. انا متاكد من كده يا علي. طيب 48 سنه هي عمر كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره، كل سنه وانت طيب يا كابتن يوسف، ان شاء الله الرحمن باذن الله يعني سنه سعيده عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك باذن الله تعالى. شوف حاجه خاصه لكابتن محمد يوسف ونستقبل ضيوفنا كابتن عادل طعيمه كابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. يوسف بياخد احدى هجمات القافره الحمراء وبيشوط، والله زي النهارده
الثامن أكتوبر عام 1970 ولد نجم النادي الأهلي في التسعينيات محمد يوسف. بدأ يوسف مسيرته الرياضية في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي، لعب دوليا في كافة منتخبات الناشئين والمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر الأول. في عام 1992 بدأ مشواره مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، لعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع. استمر في الفريق الأول حتى عام 1999 عندما احترف في أحد الأندية التركية. عاد ليلعب في صفوف أندية إم بي والمقاولون العرب الذي اعتزل في صفوفه عام 2004. محمد يوسف بيقود إحدى هجمات القافرة الحمراء وبيشوط ولا جول. حقق محمد يوسف مع النادي الأهلي بطولات عدة، حقق مع زملائه الفوز بست بطولات للدوري العام، لقب وحيد لكأس مصر ولقب لكأس الكؤوس الإفريقية، أربع بطولات عربية، كما حقق بطولة كأس مصر مع المقاولون العرب. ومع منتخب مصر حقق مع زملائه الفوز بكأس أمم إفريقيا عام 1998. بعد اعتزاله تحول محمد يوسف لمجال التدريب، فبدأ في قطاع الكرة بالنادي الأهلي، ومنه تولى مسؤولية الفريق الأول كمدير فني. حقق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، كأس السوبر الإفريقي 2014، ثم انتقل ليدرب نادي الشرطة العراقي وسموحة وبتروجيت، قبل أن يعود مرة أخرى كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للنادي الأهلي. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. كابتن عادل مساء الفل. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. نورنا. انتوا كلكم منورين والله الحمد لله. هنتكلم مع حضرتك طبعا بالتأكيد في الكاس، يعني نقفل بقى صفحة الدوري دي بحلوها ومرها واستعدادات المنتخب وكل حاجة خاصة بها مع كابتن عادل طعيمة بالتأكيد، لكن أرحب بكابتن حماده. كابتن حماده ازيك؟ ازيك؟ سيبنا ماتش كده نخسر فيه 4-3. اه والله. ينفع؟ معلش بقى. إن شاء الله تعوض بإذن الله. ان شاء الله. كابتن سيد. كابتن اسامه ابو الاشبال ايه الاخبار؟ ازيك كابتن سيد الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. عارف واطيع الله واطيع الرسول دي كانت فيلم ايه؟ ابو العيله. قال له ابو العيله. راح قال له ايه؟ قال له العمده طالب القرب ابو العيله. قال له ده بنتي عندها سنتين. قال له طالب طالب القرب في مراتك ابو العيله. اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر يا ابو العيله. فظاع يعني زمان افلام مش طبيعيه بقياس جميل جدا. مزاج. اوكي طب نخش في الجد بقى شويه يا كابتن عادل. عايز اسمع راي حضرتك في اللي جاي تمام، وازاي تقفل الصفحه اللي فاتت دي خلاص بقى بحلوها وبمرها، وازاي الاهلي يتعامل بكره مع الترسانه كتفكير عام الاول قبل ما نتكلم في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاجه مش حاجه بديهيه موجوده في النادي الاهلي، على طول بيطلع من بطوله على بطوله، ودي حاجه الاكيال كلها بتتوارثها، وما اعتقدش انها حاجه جديده على النادي. انت خلصت دوري، ماتش في الدوري، تخش على الكاس، تخش على افريقيا، وعمليه الفصل دي اعتقد انها موجوده على مدى تاريخ النادي، وكل الاجيال اللي متوارثه بتوصل للجيل اللي بعديه. اعتقد ان الماتش الاتحاد اتفرجت عليه كويس، احنا ضيعنا اهداف كتيره جدا واهداف سهله جدا، ولكن اليوم ما كانش بتاعنا. في بعض التغييرات يمكن كنت افضل انها تبقى يعني تبقى موجوده بشكل بدري شويه، برضو من ضمن الحاجات اللي دايما كنت بنادي بيها، وهي انه اللعيبه البدلاء ما يبقوش جعاد قوي. انك في يوم من الايام هتحتاجهم. صحيح. انت احتجت صبر الرحيل كان نمره 3، انت النهارده محتاجه بشكل
يعني مؤثر جدا. احمد الشيخ هتحتاجه، وكذلك بعض اللاعبين يعني كانوا بعيد قوي المفروض، بعيد قوي المفروض ان انا باستمرار اقرب حتى لو حطه بديل ولعبه 10 دقايق او ربع ساعه، وخاصه ان اللعيبه اللي انا بقول عليها دي اثبتوا كفاءه سواء في الدوري او لما كانوا مثلا احمد الشيخ كان في المقصه كان احسن لعيب في مصر. فزي ما قلت لحضرتك قبل كده في احد الحلقات، قلت ان مثلا احمد الشيخ ده مفروض ان هو مش بياخد فرصه، ده راجل زي ما انت بتجيب لاعب مؤثر انت بتحطه ضمن ال11 وبتديله اكتر فرص يعني ممكنه انك انت بتدفعه ان هو ياخد لياقه المباريات، انه يبتدي ياخد مستواه البدني والنفسي والثقه اللي انا بديها له، لان كل المميزات اللي موجوده عنده كلنا شفناها. صحيح. وكذلك بعض اللاعبين الاخرين. فهي دي بس الملاحظه اللي انا يعني ممكن انا اتكلم فيها. نقطه ثانيه اتكلمت فيها زمان، لما الاقي في سنه من السنوات 10 سنين مثلا كان في هناك اصابه لاكثر من 11 لاعب في السمانه، ودي اعتقد يمكن من 10 سنين، واتكلمت فيها ساعتها قلت لابد ان احنا نشوف ايه السبب بتاعها. برضو الفتره الموجوده اللي احنا موجودين فيها دلوقتي برضو الاصابات كلها عضليه، يعني انا ممكن اقول مثلا اصابه اجاييه ده نتيجه انه في عنف حصل، مزق في الرباط او شد في الرباط، التحام وارد، لكن الاصابات العضليه زي الضمه او الاماميه لابد المحللين اللي موجودين في النادي والجهاز الفني لابد ان احنا نراجع ونشوف ما هو السبب، هل هو تقصير من اللاعبين او سهر او خلافه، او ان هو يمكن يكون تقصير من الجهاز الطبي او الجهاز الفني. لابد ان احنا الحاجه دي، لان النادي الاهلي زي ما انت بتقول زي ما كل الكباتن وكل الدنيا عارفه نادي كبير قوي ونادي عظيم جدا، وزي ما انا دايما بقول وبعيد ريال مدريد وبرشلونه كانوا بينافسوا النادي الاهلي على لقب الافضل في العالم من حيث البطولات القاريه صحيح، وبالتالي حجم النادي بتاعنا كبير قوي، ما ينفعش يبقى فيه هزه. الهزه دي نتيجه ايه؟ لما يكون النهارده عندي اكتر من حاجه و20 لاعب مصاب، طبعا في ناس اصاباتها زي ما احنا قلنا، لكن لابد من وقفه بسرعه علشان، وكذلك العلاج يبقى اسرع من كده، لانه مثلا باسم علي بقاله 3 سنين مصاب، يعني سعد سمير طول، رامي احنا تقريبا انا نسيت رامي، بس رامي كده ولا كده مش هينفع يرجع. لا انا اقصد ايه، العلاج بتاعه خد فتره طويله جدا، فلا بد ان يبقى فيه دايما، لان اللعيب لما بيرجع ده استثمار ادبي ومادي طبعا وفني صحيح، فلا بد ان يبقى انا ابقى قلقان قوي على ابني ده ان انا يبقى في الملعب مش بسرعه واستعجل عليه، لا يبقى في الملعب بسرعه وهو سليم والسلامه بتاعته تبقى بتفيدني ماديا وادبيا ونفسيا وفي كل الامور. ماتش بكره اعتقد انه ان شاء الله بعون الله باذن الله تعالى ولادنا قادرين ان هم زي ما الكارتلون قال انه الماتش ده خلاص اتنسى، كان يوم حزين، احنا داخلين على ماتش الترسانه دي بطوله احنا واخدينها 36 مره، اعتقد ان شاء الله بعون الله السنه دي تبقى 37 ان شاء الله الرحمن. كابتن حماده اسمع راي حضرتك في اللي فات وبكره. يعني بتكلم لازم تقف وتحلل اللي حصل في مباراه الاتحاد، يعني ما تعديهوش، هتعديه وتقول ده اللي خلاص اللي فات ونخش في اللي جاي، لا، ما في اخطاء لازم اقف عندها كتير. يعني في يمكن نقطه اتكلم فيها كابتن عادل اللي هي موضوع الاصابات، ده جزء مسؤوليه الجهاز ومسؤوليه اللاعبين البدلاء. النهارده ايه اللي وصل اللعيبه اللي هو مبقاش جاهز؟ اكيد دي مسؤوليه جهاز. نمره 2 مسؤوليه لعيبه اللي بتاخد فرصه، يعني شفنا دايما النادي الاهلي بتلاقي البدلاء ما بتحسش بفرق كبير، بتلاقي الامور ماشيه بنسبه 80% ما بتحسش اللي ده بديل، لكن النهارده انت حسيتها يعني كانت واضحه جدا ان الراجل ده مش جاهز. لازم انا كجهاز فني بجهز الناس، ما اشتغلش على 15 لعيب بس، لازم اشتغل على 25 على 30 لعيب اللي عندي،
الناس دي تبقى جاهزه في ده، في جهاز كامل يعني، مش لازم اكيد كارترون بيحط النظام كله، لكن واضح اللعيبه البدلاء اللي نزلوا كانوا بعيد قوي فنيا عن تركيبه النادي الاهلي. وده واضح في الماتش ده يعني، كلم بصراحه يعني كان واضح، وده اثر بشكل كبير جدا. تلعب فرقه عندها القوه معروفه، السرعات الاماميه، الحاجات، النادي الاهلي فقد حاجات كتيره من الضغط، ما بيعملش ضغط في الملعب، ده اثر عليك بشكل كبير، امتلك نص الملعب راح لفرقه الاتحاد. فلازم اقف عند النقط ديت عشان مثلا ماتش بكره، ما هو برده نفس المجموعه، بل دخلت ناس عناصر تانية كانت بعيده خالص موجوده معاك في مباراه بكره، ماتش الترسانه درجه تانيه، ولكن ده فريق بينافس على بقاله ثلاث سنين لاخر وقت، يمكن جه في من السنه اللي قبل فاتت ضربات الجزاء ما وصلش لدوري ممتاز، ولكن هو مكمل، عنده العناصر، عنده الامكانيات اللي يصعد دوري ممتاز، فتلاقيه من الماتشات القويه زي ما شفنا المنصوره مع الداخليه، برده من الفرق اللي بتنافس اللي هي تصعد. صحيح. فماتش الترسانه برضه هي بنفس الكلام. الترسانه كان هيصعد السنه اللي فاتت لحد اخر مباراه. المباراه الاخيره لو كان كسبها خلاص. لو كان كسبها مع شبين كان صعد. صحيح. ما كانش محتاج. السنه اللي قبلها كانت ضربه جزاء. حارس المرمى مصطفى اخو ميدو. اخو ميدو اللي صدقها. اخو ميدو، تعرف ده اخو ميدو؟ كان حارس مرمى عندي زمان. والله؟ كان في سموحه معانا زمان. طبعا. حارس كويس طبعا. حارس كويس. يعني فده بيدل هتقابل فريق بينافس، ممكن يبقى يعني مستواه زي فرق في الدوري ممتاز، مع المشاكل اللي عندك، فكنت لازم تقف وقفه مباراه الاتحاد. هتعديها وتطلع منها نفسيا، واكيد الجهاز هيخرج اللعيبه. انت عندك باصص للبطوله الافريقيه بشكل كبير جدا، ومباراه جت في النص في الدوري في ظروف عندك اصابات كتيره وبتاع، ولكن انا ببص على ثلاث اربع البدلاء اللي كانوا موجودين، اللي كان ممكن يصنعوا لك فارق في الملعب لو انت واقف صح، بتشتغل صح، بتعمل الضغط بتاعك بشكل كويس، البدني بتاعك كويس. المجموعه من اللعيبه غير موفقه كمان من الاساسيين، يعني كوليبالي وايمن اشرف ما كانوش موفقين برضو، مع الاطراف اصابه احمد فتحي بدري، في برضو عوامل خارجيه دخلت لك مع القصه دي كلها، خلت الشكل بتاعك اللي شفناه يوم ماتش الاتحاد ده. بجانب الاتحاد لعب جيم كبير طبعا، تكتيك عالي جدا. كابتن حلمي طولان طبعا كان قاري او الظروف ساعدته بشكل كبير. يعني برضو انا لاعب النادي الاهلي وعارف في ظروف معاكسه عند النادي الاهلي، انا لازم استغلها. هو استغلها بشكل كويس ولعب جيم كبير وقدر يكسب المباراه بنتيجه كبيره، مش نتيجه يعني، اربع اهداف برضو في النادي الاهلي. طبعا اخطاء دفاعيه كتيره موجوده، زي ما قلنا حاجات فنيه في الملعب موجوده، وعدم جاهزية بعض اللاعبين، هي دي اثرت بشكل كبير في اداء النادي الاهلي، واحنا مش متعودين على كده، عشان كده انا بتكلم فيها. تعود انت اللي بتلاقي واحد بره بعيد بقاله فتره بينزل بيبقى داخل جوه المجموعه يعني. بمناسبه الكلام بتاعك، واحد صاحبي دمه خفيف قوي، انا يعني انا قلت في المقدمه، مش عارف يعني كنت متابعني ولا لا، ولا كنت مشغولني في الكنافه، لكن المهم كنا في الكنافه. في الكنافه. انا انت جاي تعزي ولا جاي تهزر؟ قال له اهزر. واحد صاحبي دمه خفيف جدا يعني، فحته ان انت تتهزر مع صاحبك اهلاوي ولا زملكاوي لطيفه جدا يعني. فهو بيكلمني كده، فراح قلت له جسرت الاغاني وبتاع، قال لي بص انا بحب اغنيه قوي بهديها لك. قلت له ايه؟ قال لي نفسي اشوف فيك يوم اللي عملته فيا. دمه خفيف. طيب كابتن اسامه اتفضل. احنا لو اتكلمنا عن مباراه الاتحاد اللي فاتت، كان فيها اخطاء طبعا في المباراه، لكن في الاخر النادي الاهلي ما خسرش بطوله، خسر مباراه. وانت بتتكلم في خساره مباراه او ماتشين في ثلاث سنين، ده رقم قياسي انك تخسر ماتشين في ثلاث سنين. لكن الفرق الكبيره عندها الاستعداد وعندها الدوافع وعندها الخبرات انها تقدر تخرج من المحنه بسرعه. النهارده برضو يعني ممكن خساره تصحح لك المسار يعني فتره كبيره جايه. النهارده اول خساره الكارترون اشدنا بيه من بدايه الموسم، راجل بالرغم ان عنده غيابات وعنده اصابات وعنده ظروف صعبه، ممكن في اوقات ما بيلعب من بدون الجمهور، لكن عمره ما بيشتكي، عمره ما بيطلع يتحجج، دايما بيتعامل مع الظروف بالواقع اللي هو بيعيش فيه. النادي الاهلي عنده لعيبه وعنده خبرات تقدر تعدي يعني ظروف الاتحاد بسرعه. النهارده في مباراه الترسانه في الكاس، مباراه مهمه، مباراه صعبه،
عندك غيابات سواء في المنتخب او الاصابات، لكن عندك لعيبه صغيره دايما. كاس مصر وباكتشاف للمواهب والنجوم، احنا كلنا طلعنا لعبنا في النادي الاهلي او اي حد لعب في فريقه من خلال الكاس، ممكن صحيح. تيجي الظروف تخدم لعيبه راحت المنتخب، لعيبه اصابات، بيتم الدفع بالناشئين. النهارده احنا شايفين القائمه بتاعه النادي الاهلي ما شاء الله فيها لعيبه صغيره يعني مستقبل النادي الاهلي. لو احنا اتكلمنا عن عمار حمدي، عمار حمدي جاي من نادي النصر، لعيب مميز جدا، لو خد فرصه مع النادي الاهلي هنشوف عمار حمدي ده ان شاء الله يكون مستقبل كبير للنادي الاهلي. احمد الشيخ عندنا بقاله فتره غايب، واحنا كنا بنناشد انه يكون موجود، والنهارده وجوده برده في ال 18 او ال 20 ممكن يكون خطوه ليه انه يكون موجود بعد كده. عندنا في محمد عبد المنعم مواليد 99 مساك، وهو من اللعيبه المدافعين المميزين. السنه اللي فاتت كابتن سيد لعب، كان اول مباراه ليه في مباراه اتلتيكو مدريد، وبعد كده لعب في مباراه وديه في السعوديه وخد ماتشات وديه، فهو من المدافعين الكويسين اللي ممكن يقدر يثبت نفسه في المكان دوت. زائد عندنا محمود الجزار، عندنا احمد علاء، يعني دايما الكاس فرصه لاكتشاف المواهب، لكن اللعيبه بقى لازم تثبت نفسها هنا، لازم الدوافع، اللعيبه الصغيره لازم يبقى عنده الدوافع انه يحط، يبدا يحط رجله في الـ في الـ في, في الفرقه. فرقه الترسانه من الفرق اللي لها تاريخ كبير في الكوره، لكن هي يعني ما حلفهاش الحظ انها بقى لها في الدرجه الثانيه بقى لها فتره، لكن عندها مدير فني كابتن احمد كشري، يعني هو بيحب الكره الهجوميه وبيحب يهاجم، مش من نوعيه المدافعين اللي بتحب تقفل وتلعب زون وكده. هو في نصر التعدين كان عامل نتائج كويسه بالرغم انه مسكهم في ظروف صعبه، لكن هو بيقدر يخرج من اللعيبه الحاجات الكويسه اللي عندها. فبكره ان شاء الله مباراه الاهلي والترسانه مش هتبقى مباراه سهله. النهارده عندك مباراه الداخليه والمنصوره مفاجاه، والمفاجاه بدات في اول مباراه في الكاس، فكل الفرق بدات تاخد الحذر. النهارده شفنا بتروجيت كسبان 6، شفنا ام بي كسبان 3، بدات الفرق يبقى عندها اهتمام مباراه الكاس، بدات كل كل مدير فني اكيد في محاضرته في المباراه ضرب مثل بمباراه المنصوره والداخليه، اول مباراه الجون بتاعهم كمان، الجون بتاعهم طبعا، جون عطف نصحي عمل مباراه هايله ما شاء الله. ده كان معايا كابتن ياسر الكناني على التليفون، قال لك المباراه اللي قبلها كان مع نافارو صد 4 ضربات جزاء برضه. لا هو شكله مميز يعني من 4 ل5 او شوط لا هو اثناء المباراه كان نجم اللقاء، اثناء المباراه كمان انا اتفرجت على المباراه، هدوءه كمان في الملعب وال يعني حتى خط الظهر هو يعني بيديهم الهدوء ورا، دايما بيتكلم حتى في ضربات الجزاء ما شفناش بيروح على الكوره بسرعه على زاويه بسرعه، لا دايما عنده الهدوء، ولاعيب الداخليه بيشوط ثابت، لما الراجل بيبدا يحط رجله هو بيروح مع الكوره. فكانت هي مباراه الداخليه والمنصوره هي اول مباراه اللي ادت الدوافع بقى لكل الفرق. طب قول الو بقى يا كابتن. الو انت بس تدعك الفانوس، ادعك الترابيزه كده يطلع لك عاطف نصحي على طول. عاطف نصحي كابتن عاطف نصحي حارس مرمى المنصوره والمتسبب او الرئيسي او السبب الرئيسي في صعود المنصوره للدور ال 16 على حساب الداخليه في مفاجاه من المفاجآت الكاس الاولى لحد دلوقتي. كابتن عاطف مساء الفل وبحييك على ادائك والف مبروك، وتحيات الكباتن كابتن عادل وكابتن حماده وكابتن اسامه. مساء الجمال يا كابتن سيد على حضرتك وعلى الكباتن المصري الكباتن الكبار. ايه حكايتك مع ضربات الجزاء؟ يعني ما شاء الله، يعني اعتقد ان اعتقد من النوادر على المستوى العالمي مش المستوى المحلي كمان، المستوى العالمي ان في دورين يعني ورا بعض على طول سواء كانت مع نابورو او مع الداخليه تصد 8 من 9، يعني بتتمرن عليها، يعني متميز من وانت صغير، يعني قول لي احكي لي كده يا عاطف. حاضر يا كابتن، ده من فضل من ربنا يا كابتن سيد والله. اولا بس بحمد ربنا عز وجل ان ربنا وفقنا وكل اللي تعبنا ومجهودنا ان احنا صعدنا من دور 32 لدور 16، ده مجهود وتعب جهاز فني ومجلس اداره واللعيبه. واولا ده مش كاس مصر بس يا كابتن سيد، انا برده في الدوري خدت ضربتين جزاء برده الحمد لله. لا ده انت متسبب بقى كده، ده اللي هيتعاقد معاك اتعاقد على ضربات الجزاء، البنالتي ب 20 جنيه. لا يا كابتن مش ضربات جزاء بس الحمد لله، احنا برده في الدوري لاعبين 6 ماتشات والحمد لله داخل فينا هدفين بس. اقل خط دفاع في الدوري الحمد لله. الحمد لله. عاطف انت على طول من يعني في المنصوره ولا منتقل من نادي للمنصوره؟ لا انا منتقل من نادي المنيا يا كابتن سيد. المنيا. من المنيا؟ نادي المنيا ماشي يا عاطف، سبت المنيا عاطف؟ ماشي يا عاطف. لا كان عادي خلص والله. عادي خلص وما عرفوش يجددوا معاك؟ لا انا كابتن ياسر الكناني كان كلمني فقلت له هتتشرف ان العب مع حضرتك يا كابتن ياسر، فوالله ما حصلش نصيب مع نادي المنيا يعني. طب عاطف انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب 100 100 ماشي يا عاطف، عارف لو حاجة تانية كنت قطعت عليك الخط يا عاطف خالص. بس الو 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 عاطف عندكم ترتيبكم كام في الجدول؟ احنا الأول يا كابتن سيد. الأول
يعني كل الامنيات الطيبه ليك يا عاطف، وان شاء الله الرحمن انت حاجه كويسه جدا بغض النظر عن ضربات الجزاء. كمان في اثناء الجيم كنت عامل حاجه حلوه قوي، الكباتن كمان بيشيدوا بان انت كمان واحد من الناس اللي بتوجه اللعيبه بشكل كويس، مدي هدوء لخط دفاعك، فبحييك مره ثانيه يا عاطف وربنا يوفقك باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن سيد، متشكرين يا كابتن سيد. متشكر جدا، واللي جاي صعب، خلي بالك انتوا عندكم امبي. عندنا امبي اه. يلا بينا. ان شاء الله ان شاء الله انا حاجه مفاجاه ان شاء الله ونكمل ان شاء الله، وبعدين ما كانتش مفاجاه امبارح مع الداخليه يعني. ماشي يا عم عاطف. ماشي يا عم عاطف. مرور بقى. توفيق من ربنا يا كابتن سيد والله الحمد لله. بالتوفيق، سلامي كل المنصوره والاهلك يا عاطف، شكرا جزيلا لك. ربنا يخليك يا كابتن سيد، ماشي يا كابتن سيد. شكرا جزيلا. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن. اقفل الموضوع ده يا كابتن اسامه، كابتن حماده وكابتن عادل بحاجتين مهم جدا جدا، تعال لي كده يا سمير لو سمحت. مهم جدا جدا ان الناس تبقى عارفه في فرق ما بين مباراه وحاله. مباراه عاديه جدا بتحصل لاكبر انديه العالم في الدنيا كلها يعني، لكن حاله المهتم جدا بالكوره والمهني في الكوره يعرف كويس جدا ان انت ممكن تكسب وانت حالتك وحشه، فيبقى مؤشر صعب ووحش. واحد تاني يقول لك دي مباراه وعدت خلاص خلصت، يعني دي ظروف مباراه، لكن حاله عامه يعني اعتقد ممكن دي تبقى هي دي الصعوبه. الاهلي ما بيمرش بده خالص يعني، المباراه الاهلي هي مباراه وعدت وانتهت، بدليل ان كان عنده مواجهه افريقيه قبلها مع وفاء الصيف، وقبلها مواجهات مع حوريه الغيني رايح جاي، وقبلها النجم اللبناني، فعمل شكل كويس جدا، فهي مباراه وانتهت. ففي فرق ما بين الحاله والمباراه. الحاجه الثانيه على كل الناس اللي موجوده في القائمه اللي هنتكلم مع نجومنا عليها بقى ونستعرض حاجات خاصه بالترسانه، كل اللعيبه الكبار جدا جدا لعب في ظروف مشابهه، يعني لعيبه رايحه منتخب، اصابات، غيابات، فبتيجي لك فرصه انت وشطارتك بقى استغلها بشكل كويس جدا. احنا بيبقى عندنا ثقه فيكم، لكن الاكبر من كده والاحسن من كده ان انت لازم يكون عندك ثقه في نفسك. يعني الجهاز الفني هيديك الثقه ان هو يديك الملعب، يدفعك في الملعب، يزقك في الملعب من البدايه، من الشوط الثاني، من اخر نص ساعه، اخر ربع ساعه، فدي ثقه الجهاز الفني فيك. لكن انت الاحسن من كده والاقدر من كده ان انت نفسك يبقى عندك ثقه في نفسك، في امكانياتك وقدراتك، تبقى مصدق نفسك، ده مهم جدا. كابتن عادل اتكلم على الترسانه ومباراه الكؤوس عامه. الترسانه تاريخ كبير جدا ومعاهم مدير فني هو اهلاوي بالتاكيد اللي هو احمد كشري، لكن في النهايه يهم ان هو يكسب ويهم ان هو يصعد بفرقته، دي حاجه مهمه جدا بديهيه يعني. فبيلعب ب 3 4 3، يمكن انا استعرضت شويه حاجات للترسانه، بيلعب كره هجوميه، عنده اثنين عندهم خبرات دوري ممتاز واللعب مع الكبار سواء كان سيد حمدي او محمود شاكر، فعنده مجموعه كويسه من اللعيبه. واحنا بنتكلم كده هنستعرض لحضرتك بعض الحاجات او اللقطات لمشوار الترسانه مع كابتن احمد خشب. هو طبعا ما فيش شك ماتش مهم جدا، واعتقد فرصه اكتر من ممتازه، انه في عناصر انضمت اول السنه، وكان في ولد أنا يمكن انا كنت مرشحه اسمه احمد علاء، ده لاعب السنه اللي فاتت قلب دفاع في الداخليه، لاعب معظم الماتشات، بيدي 9 من 10 في كل الماتشات اللي لعبها، ومميز جدا، واعتقد ان اخوه بيلعب في نادي الزمالك، محمود علاء. الولد ده مميز جدا، بيجيب اهداف في الكور الثابته. الولد ده برضه بعيد، الولد ده لو دخل واخد مش هتحس باي نقص في قلبي الدفاع. فدي فرصه كويسه قوي ان ماتش بكره اذا هو اخد باذن الله تعالى مع عبد المنعم، مع الجزار، مع عبد المنعم، محمد عبد المنعم. الولد ده بيلعب اصلا قلب دفاع، وبرضه من الولاد المميزين جدا سلوكيا واخلاقيا وكرويا وفنيا من كل النواحي. طبعا في وسط الملعب عمرو السوليه بيرجع، ودي اضافه قويه جدا ان شاء الله، مع هشام، مع اكرم، لو اكرم ممكن يلعب بكرايت، ما فيش بكرايت غيره، او هو كريم ندفت واحد ممكن فيهم. ممكن طبعا، فهي بس المشكله تبقى قلب الهجوم يعني راجل راس الحربه احمد ياسر، يعني احمد شريف ممكن يلعب محمد شريف، ممكن بس احمد ياسر هو يمكن اقرب، هو اللي بيلعب راس حربه صريح، بقاله يا كابتن سنتين ما بيلعبش، فانا كان بينزل مع ال 97 يا كابتن عادل بيلعب في مباراه الشباب، اللائحه بتقول ان ممكن 3 من الفريق الاول ينزلوا يشاركوا، فهو كان بينزل الفتره اللي فاتت مع الكابتن عادل عبد الرحمن بيشارك، كان حتى نزل احمد الشيخ ونزل محمد شريف، كانوا بيشاركوا وبيجهزوا من خلال مباراه الشباب. ده مهم ده قوي. هو محمد شريف انا افضل ان هو اللي يبدا، على اساس انه اللقطات اللي بينزلها 10 دقائق عنده توفيق قوي على المرمى، فكل 10 دقائق بينزلهم يا اما يجيب هدف، حتى لما بينزل 5 دقائق بيجيب هدف. الاسماعيلي ماتش الفتح كل تغييراته فيها اهداف، فرجليه واخده. وبعدين احمد
كان اخذ فرصه السنه اللي فاتت ما كانش فيها توفيق، بس كان بينزل في ظروف صعبه جدا، كان ماتش طلائع وما قداش كل الماتشات اللي نزل فيها احمد ياسر ريان حقيقي صعب. بس خلي بالك ساعات بتبقى برضه ثقه من المدرب يعني. يعني انا مثلا يعني اتعورت في غضروف مثلا وانا كان عندي 19 سنه وقعدت شهرين يعني بتعالج من مش كان رباط داخلي، واول مباراه بعد رجوعي على طول بحوالي 5-6 ايام كان الاسماعيلي تمام، وتسوبر راح مديك الملعب على طول. في ساعات بيبقى ثقه فيك يا كابتن حماده. اتفضل يا كابتن. في نقطه دايما الجمهور وانت بتقدم نجم تقدمه في التوقيت المناسب، في التوقيت اللي هو ينجح فيه. يبقى انا حاطط نسبه 80-85% ان انا لما هدفع بيه في المباراه ديت عامل مش اقل من 8/10 انه هينجح. فنزله الفرقه كسبانه 3 كسبانه 2 كسبانه 4، لما ادفعه في الوقت ده بيدي في ذهن الجمهور ان هذا النجم مولد نجم جديد، ان انا لما بلعب في توقيت كويس وبعدين هبقى نازل بمعنويات كويسه. في طبيعه شغلنا بقول ان الولد ده بيبقى مولد نجم جديد من خلال مباراه كذا. صحيح. خلاص الجمهور عرف ان الولد ده مميزاته 1-2-3-4، غير لما انا اكون بدفعه في توقيت بحمله حاجه مسؤوليه زياده، فيبقى نازل مش قادر، رجليه مش قادر يشيل نفسه فيها. فالتوقيت ده مناسب مره واثنين وثلاثه. احنا شفنا شريف في التوقيتات اللي هو بينزل فيها، على الرغم من الماتش اللي شريف. فات محمد شريف الماتش اللي فات نزل متاخر شويه، لو نزل يمكن كورقه بديله يمكن كان يبقى فيها نوع من الايجابيه اكتر، لكن مفيش مشكله. لكن المجموعه بكره ان شاء الله كل واحد فيهم هيحاول يثبت وجوده. بتمنى ان هم حلو قوي الجون ده كابتن عادل كمان محمد شريف يعني. محمد شريف اتفضل. رجليه سهله على يعني، تحس ان هو في الرادار كده بتاع المرمى. كمان له تصريحات عايز اجيبها لحضرتك عجباني قوي يعني. برضو خلي بالك انا دايما انا بقول ان السنين اللي جايه ما اعرفش تتفقوا معايا ولا لا، التعليم والثقافه للاعيب الكوره هيبقى لها دور مهم قوي قوي قوي. محمد شريف بيقول انا سعيد جدا بثقه كارتيرون ولقب بديل الهداف بتسعدني يعني مبسوط بيها. بيقول ان احنا صادفنا سوء حظ قدام الاتحاد ونتطلع للفوز على الترسانه، قال ببذل مزيد من الجهد عشان اكون اساسي واتمنى وضع بصمه لي مع الاهلي. يعني الراجل واضح كده ان هو كمان بيعرف يتكلم او بيعرف يفكر. في حاجه تانية هو برضه بيضاف لتيم النادي الاهلي كجوكر. انت ممكن تلعبه اي حاجه، تلعبه باك رايت، تلعبه ناحيه اليمين، ناحيه الشمال، تلعبه راس حربه. فعنده الملكه دي ان هو الى جانب طبعا التصريحات بتاعه اللعيب بتبان مدى ثقته في نفسه. صحيح. ومدى شخصيته في الاداء. كل العناصر ديت اعتقد ان بكره حتى البدلاء كل واحد هيبقى متحفز ان هو عايز يلعب، علشان اولا الماتش اللي فات الجمهور ينسى النتيجه اللي فاتت لانها ما كانتش بتعبر عن سير المباراه. نادي الاتحاد راح 4 هجمات جاب منهم 4، نادي الاهلي باستمرار كان بيضيع اهداف، في نوع من الخلل في خط الظهر. حتى الجول الرابع اللي جه فينا كان هاني، المفروض ان انت رايح منتخب ما ينفعش ابدا تبقى ما انتش مغطي ورا كولوبالي، يعني الكره دي لو هاني موجود الجول الرابع ده ما يدخلش. يعني كانت بين كولوبالي وهاني، كان كولوبالي كان لازم يضم وهاني رحل. هاني المفروض يبقى ليبرو في الوقت ده، يبقى مغطي على كولوبالي، كان ما كانش موجود. فدي طبعا كلها حاجات. انا بشوف ان الماتش اللي فات ما كناش سيئين، لان احنا عملنا اهداف وبعدين الفرص اللي جت اجوال ما تخشش، اجوال سهله جدا نتيجه خلل مننا. ما هياش يعني نادي الاتحاد برضو كان عامل حسابنا كويس قوي. اكيد اكيد. لكن ما هياش بقى ايه يعني العبقريه يعني خلاص مبارا. احنا كسبنا الاهلي خسر خلاص، بس انت برضو انت ساعدت في الخساره دي نتيجه ان انت خط ظهر ما كنتش يعني واقف كويس. بكره اعتقد انه خط الظهر مع وسط الملعب مع المهاجمين مع حراسه المرمى مع رجوع شريف مع وجود علي لطفي، الولاد بكره اعتقد ان هيبقى في تحفز من البدايه، واعتقد ان باذن الله تعالى الشوط الاولاني النادي الاهلي هيحسم نتيجه المباراه بكره ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب مباراه الكوس، هتصدقني لو قلت لك ان انا من اكثر الحاجات اللي بقلق منها جدا الادوار الاولى في الكوس. يمكن لما بتاخد شوط اكبر شويه في مباراه الكوس ولا حاجه بحس ان التركيز بيبقى اعلى، الدنيا بتبقى احسن.
ولما المباراة الأولى اللي هي الدور ال 32 أو الدور ال 16 ولا حاجة بحس إن الدنيا لسه ما دخلتش في المعمعة قوي، ودايما مباراة الكؤوس مفاجآتها أو ظروفها ما بتبقاش لطيفة يا كابتن حمادة. تحضير بقى والكلام، خصوصا كمان أنت معاك عناصر كويسة، وممكن تبقى العناصر آسف الشابة ديت يعني دي حاجة إيجابية مش سلبية. طبعا يعني عايز يثبت وجود بالذات أنت يعني كنت داخل المباراة ديت وعندك بعض المشاكل، مش مشاكل يعني، عندك غيابات اصابات، غيابات المنتخب، تلعب بدون اللعيبه الدوليين، دي فرصه كبيره جدا للعيبه كلها الموجوده اللي هي عايزه تاخد الفرصه او عايزه ترجع. يعني عوده ميدو جابر، ميدو جابر بدا مع مستر كارترون كان اساسي اشتغل بشكل كويس جدا، اصابه وقعد. السوليه نفس الكلام، فكله عشور. عايزه تصاب. وانا بكلم حضرتك كده هعرض لك حاجه، العاشور لازم ياخد حقه تالت ومتلت. عاشور ده واحد من الناس عبر تاريخ الاهلي بقى والله. عبر تاريخ الاهلي طبعا من 1907 لحد دلوقتي عاشور ده لازم يتحط في مكانه جامده جدا. هعرض لك شويه ارقام وانت بتتكلم على عاشور يا كابتن احمد اتفضل. فهي فرصه يعني اول حاجه معلش عشان ما اقطعش بقى حديثك في الحته دي. بص عاشور في الست مواجهات اللي لعبها الاهلي تمام اللي هي في الدوري ممتاز لعب عاشور ثلاثه، الاهلي فاز في الثلاثه تمام، وغاب في ثلاثة، لعب ثلاثة فاز في ثلاثة اللي هو لعبهم عاشور التعادل مفيش، خسارة مفيش، وخسارة مفيش، و فوز 100% وخسارة مفيش ولا تعادل مفيش. الفوز في المباراة اللي لعبها عاشور كلها 100%. أهداف للأهلي في وجود عاشور 5، نظيفة للأهلي للاعب الأهلي 3، في غياب عاشور 1، اهداف الاهلي في غياب عاشور 4، استقبال اهداف في وجود عاشور مفيش، في غياب الاهلي في غياب عاشور 5. انت هتمسك نقطه واحده يعني، هو ما لعبش الاسماعيلي 3، ما لعبش الاسماعيلي للاسف، بس لعب المصري 2-0 ولعب دجله 1-0 ولعب حرس الحدود 2-0 وغاب 3 ما كسبناش، ما لعبش الاسماعيلي وما لعبش الانتاج الحربي وما لعبش الاتحاد السكندري. يعني في 3 ما لعبهمش، احنا ما فزناش ولا ماتش، تعادلنا مباراه وخسرنا مباراه. لا تعادلنا 2 وخسرنا مباراه، تعادلنا مع الاسماعيلي وتعادلنا مع الانتاج وخسرنا الاتحاد، خسرنا مباراه وتعادلنا 2 بالظبط، ثلاث ماتشات ما لعبهمش يعني. هي دي نسبه تبين لك دور القائد في الملعب. تمام اتفضل. فدي مباراه فرصه لمستر كارتيرون يطمن على السوليه، ميدو جابر، انا بتكلم على الناس اللي هتبقى موجوده معاه في افريقيا. صحيح المهمين، نقطه مهمه جدا. يمكن دولت اهم عنصرين بالنسبه له، يبقى هم دولت اللي كانوا في بادئوا معاه صابر الرحيل، المول اللي بداوا معاه بدايه الدوري عشان ماتش افريقيا، عشان ماتش افريقيا، ما هو باصص لافريقيا وعوده اثنين مهمين جدا للسوليه وميدو جابر. دولت بالنسبه له مهمين جدا، هيعتمد عليهم بشكل كبير على ضوء الجاهزيه بتاعتهم فنيا وبدنيا من خلال المباراه. اكيد طالما محطوطين يبقى هم خلاص خلصوا مرحله العلاج، الحاله البدنيه كويسه، الحاله الفنيه كويسه، فدي فرصه ليهم جدا، فرصه لمستر كارترون. اللعيبه الثانيه اللي هي ما شاركتش خالص، يعني في ناس ما شاركتش خالص، دي فرصتهم في ماتش زي دوت. واللعيب اللي زي لك هو محتاج ماتشات بقى، محتاج يمسك في فرصه يوري قدراته للمدرب في مباراه زي ديت. بتلعب الترسانه لازم تحترمها كويس. صحيح. فريق ماشي يعتبر يعني بينه وبين الاول نقطتين في المنافسه شرسه، بقاله 3 سنين بينافس على الصعود، هتلاقيه مستواه زي ما قلت قبل كده زي فرق موجوده في الدوري، وانت بتلعب ببدلاء بدون دوليين، بتمر باصابات كتيره، ولكن هي فرصه قويه جدا للعيبه. واحد زي عمار حمد، الناس كلها عايز تشوف عمار اللي كان نجم في النصر وانت اشتريته بمبلغ، ولعيب مهاري بيعرف يروح للجون بشكل كويس وهداف. محمد شريف بياخد على فترات، لا لو ابتدى المباراه من الاول هو عايز يحط رجليه في التيم، زي ما بيقول لك انا هجتهد وابقى موجود في التيم، في منافسه قويه جدا. ناصر ماهر بعد ما بدا بشكل كويس وهو بقى هو اللي بعد نفسه النهارده، ناصر لازم يراجع نفسه ويرجع، هو بقى يرجع يقول انا متواجد في المكان ده، انا صانع اللعب، انا اللي هقدر يعني. اكيد الضروب اللي حصل له ده درس ليه، ومباراه زي ديت مهمه بالنسبه له انه يشارك ويؤدي بشكل كويس، يبقى عنصر مهم برضه في فتره في افريقيا. ناصر ماهر بتهديد بيه ماتشات كتيره في افريقيا،
كنت بتعتمد عليه بشكل كبير جدا، ان الراجل بيصنع لك اللاعب اللي عنده المهاره اللي بيتحرك، وشفناها في اكتر من مباراه بيأدي بشكل كويس جدا، والناس يعني تحط امال كبيره عليه، لكن هو اللي بيبعد نفسه، فلازم يرجع بشكل كويس. طبعا في من العناصر الاساسيه اسلام محارب موجود، من مؤمن زكريا، احمد حمودي برضو، شريف اكرامي، شريف اكرامي، لا الناس الخبرات خبرات هتبقى موجوده، هي اللي تقدر تشيل المباراه بشكل جيد يعني ان شاء الله. طبعا زي ما الترسانه بتلعب بالثلاثة 4-3 اكيد هو عامل حساب النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي، بس مش هيبص بنفس الطريقه بكره برضو، مش هيبص الاشخاص، هو مش هيبص مين موجود في اللعيبه الموجوده، لكن هو هيلاعب النادي الاهلي. اي يعني كل الفرقه اللي جت بالدرجه الثانيه لعبت، كل لعيب بيحاول يعبر عن نفسه، عايز يسوق نفسه. شفناه شفنا في كل الماتشات اللي لعبوا الاسماعيلي. ده وضع تنظيمي للترسانه في حاله الهجوم مثلا. بص الثلاثه واقفين ورا ازاي، وفي تسعه مشاركين في الحته الاماميه، بس بيقابلوا من عالي قوي، واقفين عالي قوي. بص ممكن يعني بيلعبوا مين المنافس واللي احتياجهم في الفتره أكيد دي في المباراه، اكيد هو متراجع شويه، الثلاثه دول هيبقوا خمسه ورا وهو بيفقد الكوره، وتلاقي عامل كثافه عندك في نص الملعب، استحاله يعمل لك مساحات تلعب فيها. اكيد هيبقى مكتل فرقته، وكشري من المدربين الكويسين اللي عنده الخبرات الافريقيه، عنده خبرات في الدوري المصري، يعني اشتغل في افريقيا كشري. صحيح جيبوتي كان ماسك منتخب جيبوتي، مدرب كويس، وكان اشتغل مع النصر الاتحادين، عمل معاهم شغل كويس قوي على المستوى الهجومي كمان، عنده واشتغل مساعد مع مدربين كتير، فعنده الخبرات اللي ممكن، وعارف امكانيات النادي الاهلي، وعارف وهو محق يعني يمكن ثلاث ارباع الوقت دلوقتي هو مرنهم في النادي الاهلي، عارفهم بشكل كويس. فاكيد هيقدر يعني هيبقى عاملك جيم دفاعي قوي بمرتد سريع، فتلاقي مباراه تكتيكيه بكره من جانب الترسانه. اوكي طيب كابتن اسامه، مش موجود احمد فتحي، انت عارف انه خد كدمه الماتش اللي فات، مش موجود محمد هاني مع المنتخب، باسم علي مصاب، وليد سليمان بره، لكن بتكلم على الجزء اليمين يعني باك رايد ده، يعني ممكن يلعب بمين من وجهه نظرك؟ لو احنا اتكلمنا على التشكيل عموما كابتن سيد، لو طبعا في حراسه المرمى عشان تبدا تحط بقى العناصر الخبرات، عشان معظم الفريق يعني ولاد صغيرين او لسه ناس بعيده عن الملعب، فانت محتاج تحط برده تعمل التوازن ما بين الشباب وبين الخبرات. فضروري تحط شريف اكرامي في حراسه المرمى، شريف برده من الحراس اللي كان هو بيجهزه حتى خلال الفتره اللي فاتت، بقى رقم 2 مع الشناوي، ومش عايز اقول رقم 2 كان برده وصل لمستوى برده مقارب للشناوي في وقت من الاوقات، لعب وادى اداء رائع مع النادي الاهلي، وهو مباراه الاتحاد زي ما قلنا هو لعب بعلي لطفي، ومع الرغم كنت بفضل انه يلعب بشريف اكرامي، لكن لعب بعلي لطفي عشان ظروف اللقاء بتاع افريقيا بتاع شريف اكرامي، فهو شريف اكرامي في حراسه المرمى. لو اتكلمنا ناحيه اليمين يبقى اكرم توفيق، اكرم توفيق لعبها قبل كده، لعبها في مباراه السنه اللي فاتت امام المصري على ما اعتقد، في مباراه في الدوري لعب امام المصري، بس معلي اتعور فعلا وهو نزل يعني، ما بداش باك رايت، احمد فتحي ما لعبش المباراه دي، ولا محمد هاني كان سيرد باك، وكان محمد كان بره خالص، لما محمد هاني كان بتعور برضه. لعبها اكرم توفيق، والنادي الاهلي كسب المباراه دي 2-0 مظبوط، واكرم توفيق فهو عنده حتى المواصفات الدفاعيه، اكرم توفيق في المكان ده بيعرف يغطي، بيعرف يقف الوقفه الصح، فممكن اكرم توفيق هو اللي يلعبها، هو اكتر واحد، انك انت محتاج في 4-4-2-3-1 لعب النادي الاهلي الباك يبقى عنده مواصفات دفاعيه. كريم نيدفيد بيجيد هو في نص الملعب اكتر، عنده النواحي الهجوميه، لكن النواحي الدفاعيه والوقفه فممكن يبقى اكرم توفيق عنده الافضليه في المكان ده. اثنين مساكين يعني هيبقى المفضله ما بين ثلاثه، منعم ومحمود الجزار واحمد علاء. طبعا محمود الجزار لعب قبل كده، ومحمد عبد المنعم لعب قبل كده، احمد علي لسه ما خدش فرصه قبل كده ما لعبش، فانت محتاج تحط برضو ناس تكون لعبت قبل كده، فممكن يكون الجزار اقرب واحد في الثلاثه يتحط رقم واحد، وممكن تحط بقى جنبه محمد عبد المنعم او احمد علاء. احمد علاء لعب دوري ممتاز برضو، لعب بس ممتاز مع النادي الاهلي، ما انت خلي بالك اول مباراه مع النادي الاهلي برضو الرهبه والدوافع والكلام ده برضو لازم تحطها في الحسابات، فانت بتحط برضو الخبرات مع الناس اللي لعبت قبل كده. ممكن الناحيه الشمال صبر رحيل، اتمنى له التوفيق، طبعا كان بعيد بقاله فتره يعني، معذور صبري يعني صبر ما لعبش من 21 مايو يعني بقاله 5 شهور بعيد عن لياقته البدنيه وحتى الفنيه، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق بكره، ويعني ويبدا بقى يعني ان علي معلول يعني قدامه فتره كمان في اصابته، شهرين زي ما سمعنا من الجهاز الطبي، فنتمنى له ان شاء الله صبر رحيل يعني التوفيق، يبدا يحط رجله في ناحيه الشمال. في نص الملعب هيبقى عندك هشام محمد والسوليه، عمرو السوليه هو راجع من اصابه ان شاء الله يكون برضه جاهز و100% ويتم الدفع بيه. قدام محمد شريف
ممكن ناحيه الشمال، وفي ناصر ماهر، وفي احمد حمودي، وفي الهجوم احمد ياسر ريان. فهي ممكن يكون دي يعني التشكيله ممكن تكون اقرب انه يلعب بها بكره كارتيه. يعني عنده في المنطقه الاماميه ناس كثيره اسماء كويسه. في مؤمن زكريا برضو برضه مؤمن، في اكتر من لعيب، في احمد حمدي يا كابتن حسب حسب الحاله الفنيه والبدنيه بتاعه اللعيبه دي، ممكن تشكل باي حد منهم. يعني ما عندكش مشكله تبتدي بميدو جابر لو جاهز، بشريف، باحمد ياسر ريان، من تحتهم احمد حمدي، يا ناصر ماهر، مين في الحته ديت؟ ما الاثنين بيلعبوا في نفس المكان. يعني واحد مكان يا ناصر يا احمد حمدي هو اللي هيلعب تحت راس الحربه، انا بتلعب 4 2 3 1، واحد من دولت اللي متواجد في المنطقه دي. وعندك الاطراف، يعني عندك الاجنحه ميدو، عندك جناح محمد شريف، محمد شريف، عندك عمار، حسب مين هتبقى الحاله الفنيه والبدنيه. وانا في اعتقادي ممكن يبتدي بميدو جابر عشان هو عايز يشوفه، عايز يبقى قريب معاه في افريقيا ان شاء الله. انت شايف ان هو من البدايه كمان ممكن، يعني ممكن من البدايه، من البدايه. انا متخوف بقى في السوليه، ممكن يقلق من السوليه، يعني في حاجه ممكن يخليه بره معاه، ولو احتاجه ينزله في جزء من الماتش الشوط الثاني حسب. بس هيستعين بقى لو السوليه، هيستعين باكرم وكريم نيد. اروح لكابتن عادل في الحالات اللي زي كده، مثلا زي عمرو السوليه وميدو جابر، هل من الافضليه مثلا ان انا ادي ده تلت ساعه 25 دقيقه مثلا، وعندي وقت متسع ممكن اعمل ماتش ودي بعد 5 6 ايام مثلا او 7 ايام، لان انا امبارح او بكره موافق كام؟ 10 مباراه وفاء الصيف 23 ما بين 23 يوم. يعني من 10 ل 23 13 يوم. فاخشى ان انا العب عمرو من البدايه بعد فتره، يعني غياب مش قليل على فكره، عمرو بقاله فتره طويله دخلت على الشهر وشويه، وميدو جابر برضه فتره مش قليله ولا حاجه، فممكن ادفع له بنص ساعه. هل من الافضل ان انا اديله نص ساعه 35 دقيقه في الاخر كده، وبعدين اعمل للاثنين دول؟ مش عيب، بالعكس ده صح ان انا اجهزهم، اعمل لهم ماتش بعد اسبوع 10 ايام مع فرقه مثلا ما تبقاش قويه ولا حاجه، يبقى انا كده حافظت على عودته سليم 100%، وبعد شويه بعد ما اطمن ليه في ان هو سليم في التلت ساعه، في النص ساعه، ومن خلال التدريبات اللي بعد المباراه، اللي بعد مباراه الترسانه، ابدا اعمل له ماتش ودي مخصوص يعني. ولا انت من انصار لا ابدا بيه بعد رجوعه؟ كابتن احنا ناس محترفين ونادي كبير، معنى ان عمرو السوليه الجهاز الطبي بيقول ان هو سليم، وهو عنده الخبرات، وهو طبعا واخد البدني، يعني هو الجهاز الطبي بيسلمه للمدير الفني وهو جاهز بدنيا وطبيا وطبعا فنيا. فمن الافضل ان انا ابتدي بيه، لان دي نقطه مهمه جدا خاصه في وسط الملعب، لان تيم الترسانه اعتقد انه يمكن يلعب بسته في وسط الملعب. يعني هو في ثلاثه وفي اربعه وثلاثه، الاربعه هينزل اثنين عشان يبقى يملا وسط الملعب، وانا اعرف طبعا احمد تفكيره بيبقى ازاي، ويبتدي يعمل المرتد وبيأمن بثلاثه ورا. الثلاثة ورا دول علشان يعني لو هناك اختراقات او الاخره، يبقى مأمن خالص قدام ال 18 بستة مع ثلاثة، بيبقى بيدافع بتسعة ويبتدي يعمل على الهجمات المرتد. المفروض ان يبقى الاطراف بتوعنا طبعا هيبقى على مستوى طبعا رائع، فانا افضل اسلام محارب وميدو جابر زي ما قال الكابتن حمادة، يبقى الناس اللي هي انا محتاجها، يبقى في اسلام محارب وفي ميدو جابر، وشريف يبقى في وسط الملعب، يبقى في كراس حربه، ابتدي بيه كراس حربه مقاتل بيتحرك ويبقى في وسط الملعب. ايه المانع ان انا ادفع بعمار مرحمدي؟ ايه المانع ان انا ولد زي ده هيبقى يعني متعطش انه يلعب، ممكن جدا ابتدي بيه لو انا عندي ثقه فيه هديله، لو انا لسه قلقان منه شويه يبقى ممكن ابدا يديله فين. اصل عمار بيلعب المكان اللي بينتج فيه تحت راس الحربه، ما هو ده مش على الاطراف. يعني بيلعب مكان ناصر ماهر، مكان زي وليد سليمان، زي وليد ايوه في المكان ده. ما انا بقول كده اللي بيتحرك بس مش صانع لعب، هو راس حربه تاني، بيروح وبعدين بيسند على اللي بيعدي بيها بشكل كويس جدا، بيلعب يروح على الاطراف ويلعب ودبل باص ويروح على الجول. يعني عنده دايما الاختراقات، وبعدين عصبه ناشف، عصبه قوي، بيعرف يلعب كويس. اذا كان انا المدير الفني يعني لسه مش يعني ما عنديش الثقه كامله فيه، او انا لسه ما شفتوش كويس، يبقى ممكن ابدا بناصر او اي حد، احمد حمدي، اي حد بديله، بحيث انه يعني يبقى الحته دي لو انا من المدير الفني هبدا بعمار.
لان الولد ده شفناه في نادي النصر كان حامل شايل حمل كبير جدا وكان بيأدي مميز, كان مميز, مميز جدا. وبقول لك من النوع اللي هو شخصيته قويه, من النوع اللي هو بيأدي عنده ثقه ما بيخافش, عنده ثقه وما بيخافش. ماتش زي ده عايز يقول لمصر كلها انا موجود في النادي الاهلي وانا عنصر, هبقى عنصر فعال. التشكيله دي اعتقد في وسط الملعب, وبعدين بيدافع كويس, بيدافع كويس وعصب وقوي في الاطراف مع واحد بيخترق مع واحد قوي. بس يا كابتن حسب جاهزيته الفتره اللي فاتت, هو لعب ماتشات مع 97 ولا ما لعبش؟ لعب مع السن الاصغر, كان بيشارك برضه. دي مهمه جدا, يعني التيم اللي هو تحت الفريق الاول ده يعني هو زي الرديف بره, هو اللي بيجهز للناس اللي راجعه من اصابات من خلال ماتشات وديه, ماتشات رسميه. يعني من حق مثلا ليه ثلاثه بينزلوا مع 97, يبقى كان لازم مثلا سوليه يكون شارك طالما دخل, ميدو جابر يكون شارك, عمار يكون بيشارك على طول. يعني اللعيب ده يتمرن فوق ولازم يشارك كل الماتشات اللي هي في المرحله السنيه بتاعته. ده عشان يبقى جاهز جاي جاهز, لكن ما يجيش بيبقى بيتمرن طول الوقت مع الفريق الاول وما يلعبش ولا ماتش رسمي مع فرقته. ما يجهزش كده, ده ما يجهزش. لذلك دايما كان زمان بيبقى فيه دايما في فريق تحت الفريق الاول. ما هو موجود ال 97 تحت الفريق الاول. ما هو 97 لا, وبتاخد من حقك تاخد ثلاثه. وعمار سنه صغير يلعب, يعني مش من الثلاثه, متسجل تحت مش متسجل مع الفريق الاول, متسجل مع 99. فانت عندك مجموعه اكيد لازم يكون السيستم كده, اللعيبه اللي هي بتجهز لازم قبل ما تخش الفريق الاول تكون لعبت لها ماتشين ثلاثه في الدوري تحت. بس هم اكيد كده بحكم سنهم, يعني بحكم سنهم. طيب قبل ما اخد تقرير خاص بالاهلي وترسلنا دلوقتي, اعلنت لجنه الحكام في اتحاد الكوره مين هيحكم بكره ماتشات الغد. محمود عاشور, كابتن محمود عاشور الحكم الدولي للاهلي والترسانه, وبيعاونه تامر رشاد ومحمود رضا وسيد عبيد حكم رابع. من الخامس لسه ما قلناش وادي دجله والجونه ابراهيم نور الدين, ويعاونه احمد توفيق طلب ده هايل على فكره, ومحمد عبد المجيد واحمد العباسي حكم رابع. مصر مقصه وابو قير للاسمده, محمد عباس قابيل, ويعاونه مصطفى عبد العظيم وحمدي غزال ومجدي خاطر, مش محمد ابو خاطر. يبقى كل الناس رجعت, كل الناس, ابراهيم رجع وعبد العزيز السيد رجع ومحمد ابو خاطر ما رجعش ليه برضه, يعني ايا كان مهم يبقى في عقاب ومهم يبقى في كلام مع الحكام وكل حاجه, لكن خلاص طالما رجعت حد يبقى المساواه في الظلم عادل يا كابتن عصام. لقاء خاص مع او تقرير خاص بلقاء الاهلي والترسانه, ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كابتن عادل وكابتن حماده وكابتن اسامه. مباراة الأهلي والترسانة في الدور الـ32 لبطولة كأس مصر ستكون فرصة لظهور نجوم جدد في الفريق الأحمر, لغياب العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق لأسباب مختلفة ما بين الإصابات والتواجد في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد للقائي سويزيلاند في التصفيات الإفريقية. يغيب عن صفوف الأهلي السداسي الدولي محمد الشناوي, أيمن أشرف, محمد هاني, مروان محسن, بينما تم استبعاد صلاح محسن بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية. هناك غيابات في صفوف الفريق بسبب الإصابات في مقدمتهم الناجري جونيور أجاي وميدو جابر, سعد سمير, التونسي علي معلول, محمد نجيب, عمرو السولية, حسام عاشور, وأحمد فتحي, بالإضافة لتواجد المالي سليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو مع منتخبي مالي والمغرب. كل هذه الغيابات تجعل هناك عجزا في مختلف المراكز, مما يجعل هناك فرصة للدفع ببعض اللاعبين الذين سيكونون على موعد مع التألق, مثل سداسي المنتخب الأولمبي ناصر ماهر, كريم نيدفيد, أحمد ياسر ريان, محمود الجزار, أكرم توفيق, أحمد حمدي. من المتوقع أن يكونوا في التشكيلة الأساسية. الفرصة لن تكون سانحة أمام لاعب المنتخب الأولمبي فقط, ولكن هناك فرصة أيضا لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا باستمرار في الفترة الأخيرة, مثل محمد شريف وباسم علي وأيضا مؤمن زكريا, لاستعادة بريقه في الفترة المقبلة. هناك الحارسان أحمد طارس
سليمان ومصطفى شوبير، فقد يحصل أي منهما على فرصة لتمثيل الأحمر ويظهر بمستوى طيب. سيلجأ الخواجة الفرنسي باتريس كارتيرون لقطاع الناشئين للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب الذين قد يكون من بينهم متألق في لقاء الترسانة، خاصة أنهم يشاركون مع فريق الشباب وسيكونون جاهزين فنيا وبدنيا. بكره ان شاء الله الرحمن 3:30 ده موعد ملعب الاهلي باذن الله استعدادا لمباراه الاهلي والترسانه اللي هتبقى الساعه 5 زي ما تحققوا على عكس المعتاد. كابتن محمود عاشور بكره ان شاء الله الرحمن هو حكم اللقاء، ان شاء الله الرحمن يكون موفق باذن الله في اللقاء، سواء كان يعني المباراه في اتجاه الاهلي المباراه في اتجاه الترسانه مش مشكله اطلاقا، المهم يبقى في الجزء التحكيمي عداله تحكيميه في كل الاتجاهات يعني. طيب كباتن انا هتكلم في موضوع او موضوعين في الختام كده، موضوع خاص بالقرار بتاع التعاون مع دول شمال افريقيا في حته الاجانب وان هم يتعاملوا معامله المصريين، هل هي محدده مش محدده؟ كل اتحاد يقدر يتكلم فيها على او يحدد الرقم اللي هو عايزه. والنقطه الثانيه في حته المهاجم يعني سريعا بقى لان احنا قدامنا 10 دقائق، فهبدا بيك كابتن حماده. يعني القرار ما بين التعاون شمال افريقيا ودول شمال افريقيا الجزائر مصر تونس المغرب ليبيا، فحته ان اللعيب بتاع شمال افريقيا يتعامل معامله اللعيب المصري يعني اكنه لعيب محلي، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا انت عارف في حاجه اسمها اتحاد شمال افريقيا، ده منشا من فتره طويله ويمكن هو بيتفعل عن طريق البطولات في الاعمار السنيه الصغيره، لكن لسه ما يعني ما اتعملش بشكل كبير. كان معمول قبل كده انديه بطوله شمال افريقيا، لكن في اتحاد اسمه شمال افريقيا فعايزين يعملوا التعاون دوت، فيمكن الفكره نشات من هنا. احنا عشان نطبق الكلام ده لازم يدرس بشكل كويس جدا، ما ينفعش انت سمعتك في الانترو ما ينفعش السنه دي يعني ما ينفعش تقول في يجي في يناير يقول لك هنعمل كذا كذا كذا، لازم قبل الموسم، وده باتفاق برضو مع لو ما عندنا رابطه انديه لازم يبقى في اجتماع صح وتشوف ظروف الناس كلها، يعني هل هيبقى مناسب بالنسبه للدوري المصري اللي انت تدخل لعيبه من شمال افريقيا ما تحسبهمش محترفين بعدد 5-4، انت عملت فكره اربع محترفين وسوريا وفلسطين وبتاع، هل نجحت بالنسبه لنا ولا ما نجحتش؟ هل انت لو شلت دوت وابتديت تفكر في موضوع شمال افريقيا بلازم حاجه مدروسه كويس. احنا يعني ما بحبش انا الحاجه ايه دول اتعاملوا احنا نعمل واتحاد شمال تونس أفريقيا. اعلن خلي بالك أعلن. تونس اعلن النظام ثلاثه افارقه وخمسه او ثلاثه اجانب او ثلاثه لاتينيين مش مهم يعني ثلاثه اوروبيين يعني ايا كان الجنسيه بتاعتك فانت ثلاثه وخمسه من شمال افريقيا من الاتحاد بتاع شمال افريقيا اللي هو مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب بالظبط دي اللي تاخد هي بالنسبه لها بقى تطلع تونس يبقى مصر والجزائر وليبيا والمغرب ايوه دي من حقك في الانديه دي الدول اللي تاخد منها لعيب بس لازم تدرسها كويس مع الانديه صحيح ما بقاش حاجه منفرده من اتحاد الكوره صحيح عشان انت كل نادي وتشوف ظروف الدنيا عامله ازاي برضو احنا الدوري بتاعنا لسه ما وصلش دوري المحترفين يعني انت بتتكلم على لازم نوصل زي اوروبا في اوروبا اي حد اوروبي بيلعب في اي حته هناك ما بيعتبرش اجنبي ولا يعتبر لا فانت لازم تدرسها كويس بالنسبه للدوري بتاعك انت انت لسه ما وصلتش مرحله الدوري المحترفين طب ما ممكن اخدها بحته تانية ممكن تحدد او تقلل من الاسعار شويه لان انت المعروض هيبقى كتير قوي يا كابتن اكيد يعني انت بتتكلم في دول بقى ما بتتكلمش في مصر بس هنا ولا المناطق بس الريفيه بس في مصر ولا حاجه انت بتتكلم بقى في دول تانية هتنفع لعيبه كتيره في مصر كويسه تلعب في المغرب تلعب في تونس في مراحل معينه يعني مش لازم تلعب في الطب يعني في لعبه كويسه جدا ممكن تلعب في الدوري الجزائري في التونسي في المغربي اوكي طب اسامه رايك انا شايف اللي هيتظلم فيها قطاعات الناشئين في مصر الناشئين الصغيرين اللي بياخدوا فرص في انديتهم هي اللي هيبقى ليها ظلم دلوقتي لما بتقول واحد سوري واحد فلسطيني اربعه محترفين اجانب افارقه زائد بتفتح لشمال افريقيا ليبيا وتونس وجزائر المغرب طب امتى الناشئ ياخد فرصه؟ طب نتكلم بالواقع يا كابتن مسلم طب ما خلينا التجربه السوريه والفلسطينيه مش موجوده خلاص انت بتتكلم على مدار على مدار مين اللعيبه في مصر مش اتعرضت لعيب او وادي وادي في المصري مين تاني بس اتفتحت النهارده نفسي بس اتحاد الكوره لما بيقول قرار لازم يطلع يخاطب الراي العام يقول
احنا بناخد قرار وايجابياته كذا، ما يبقاش صحيح. مجرد او ندرسه مع بعض كلنا، مجرد اقتراح مع بعض كلنا، كلنا نبقى موجودين. هقول لك يعني بالواقع دلوقتي واحنا في الدوري في مصر، عندنا في الاهلي وليد ازار وعلي معلول، عندنا في الزمالك ساسي وحميد حداد، ولا والنجاز والنجاز ثلاثة، عندك في انبي نوح وائل، عندك في الاسماعيلي لسعد الجزير. اذا مصر الدول دي واللعيبه دي اللي استفادت هنا. طب احنا صدرنا مين خلال الفتره اللي فاتت؟ مفيش غير عمرو مرعي في النجم الساحلي. فاحنا النهارده احنا اللي ممكن نخسر بقرار دوت، وقطاعات الناشئين والولاد الصغيره اللي بتطلع هي اللي هيبقى عليها الضرر. ظل الاحتراف يا اسامه، لا ده دخلنا بقى والنادي بيدور على بطوله بتاع، بدور على احسن كواليتي موجود. نجاح الكره المصريه يا كابتن حماده لو طبقنا حاجه زي البرازيل، يبقى عندك دوري قوي وبتفتح الاحتراف لاوروبا. هو ده بقى النجاح بتاعك. النهارده البرازيل عندها، شوف في كل الانديه في اوروبا، في افضل الانديه في العالم، وعندها دايما توصل كاس عالم وتاخد كاس العالم. هو ده التخطيط الصح. طيب رايك كابتن عادل؟ مختلف شويه. اتفضل. احنا الاتحاد الاوروبي سواء في الرياضه في السياسه في كل حاجه في العمله، احنا اولى كدول عربيه ان مش الاتحاد شمال افريقيا بس. يبقى الاتحاد العربي بياخد قرار ان اي لاعب عربي يلعب في اي دوري من الدوريات تفتحها يعني كلها. يا اخي الاتحاد الاوروبي اللي هو 100 لغه، الالماني وانجليزي وفرنساوي، عاملين زي ما بيقول كابتن حماده مفتوحه. انا قلت الكلام ده على فكره من 10 سنين ان الحاجه دي لازم تبقى تحصل. احنا امه 200 مليون، ليه ما تبقاش العمليه دي مفتوحه؟ ماليش دعوه بالسياسه والاقتصاد، انا ليه دعوه بالرياضه. كان في الرياضه، الرياضه ليه ما تبقاش مفتوحه للناس دي كلها؟ الحاجه الثانيه، عمليات التعصب اللي هتبقى موجوده مش هتبقى موجوده. نمره 2، الجوانب الاجتماعيه والفنيه والسلوكيه والادبيه كلها هيبقى فيها نوع من التطوير. هتلاقي العائلات موجوده، هتلاقي عيله سعوديه متجوزين من قطر من مصر. الترابط الاجتماعي ده، الجانب المادي، الجانب المادي طبعا هيبقى فيه عمليه انتعاش قوي جدا بعمليه انتقالات اللعيبه. اللعيب اللي عندك ما بيلعبش هتلاقيه بيلعب في اي مكان، هتلاقي لعيب سوداني بيلعب في الاهلي ولعيب من الاهلي بيلعب في المغرب. العمليه دي الحساسيه اللي موجوده بيننا كعرب هتتلغي. الجانب المادي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي ما فيهاش سلبيه واحده. الاتحاد العربي بناشد من خلال حضرتك ان القرار ده يدرس زي ما بيقولوا الكباتن، يدرس كويس قوي. احنا مش اقل من الاتحاد الاوروبي. احنا عندنا لغه واحده، اللغه العربيه، وعندنا دين او اثنين، الاسلام والمسيحيه. يعني عندك الارضيه الممتازه، وبعدين حتى البلاد اللي هي ما فيهاش البنيه التحتيه. يبقى الاتحاد العربي من خلال احنا عملنا عايز تفتحها على الاخر، يبقى كل مثلا يعني واحد مثلا اماراتي سعودي مصري يلعب في الدوري المصري يلعب. النهارده ما في اماراتي كان بيلعب في الهلال اظن، اسمه عموري بيلعب في الهلال. طب دي اول مره تحصل. طبعا احسن لاعب في الدوري. ليه ده ما يبقاش بيلعب ليه ده ما يبقاش بيلعب في الدوري المصري، بيلعب في الدوري الانجليزي؟ سعره عالي قوي يا كابتن، ما تعرفش تجيبه يا كابتن. يا كابتن سعره عالي جدا يا كابتن. ما هي زي بس يعني ردا على اسامه، اللعيب الناشئ اذا ما كانش يبقى قوي انت ما تحنيش على واحد ضعيف. اذا اللعيب الناشئ قوي يلعب وهيثبت وجوده وهيثبت كفاءته، وبعدين هيبقى من صغره بيكافح علشان ينجح وعلشان يقوي نفسه. هو قرار مبقاش فردي، القرار مش فردي، لازم قرار جماعي من الاتحاد العربي ياخد القرار ويدرسه. انا بتكلم على مصر، بتكلم على مصر. القرار لازم قرار رابطه انديه، الانديه صحيح. لازم يبقى مجتمع، مشاركه مجتمع في القرار. طب انت مع القرار ولا يعني في حته انضمام؟ لا انا مش انا مع القرار الجماعي. انت عايز تشمله اكتر؟ انا عايز، لا اصل دي فيها نوع من التفرقه. انا يعني مش انت موافق يا كابتن في الجزء ده؟ لا انا خلينا نتكلم على جزء شمال افريقيا. طيب بس لا انا مش موافق عليها. طبعا انا عايز البلاد العربيه كلها تبقى في منظومه واحده. جزء من اللي حضرتك عايزه كده، يبقى انت حضرتك انت بتتكلم في الجزء ده. الجزء ده الجزء ده هيبقى في نوع من كاني بقسم البلاد العربيه. انا مش عايز دي، انا وجهه نظري كده. بس هو في ساعات ما انت عندك مش تقسيم ولا حاجه، ما انت عندك. هو انا بعتبره عندي هو مثلا غلط، بس بعتبره ليه الحكمه انها ما تبقاش الاتحاد العربي ياخد القرار ده. اقول لحضرتك يعني شمال افريقيا اقوى ولا الاتحاد العربي اقوى؟ السعوديه عملتها بتاخد لعيب اسيوي ما بيعتبروش محترف في الدوري السعودي. انت ممكن تعمل الجزئيه، بس تعملها بدراسه وتقننها بشكل يناسب الدوري بتاعك.
تمام. طب صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. كابتن عادل يعني انت موافق على الجزئيه بس عايز تعمها اكتر، مظبوط كده؟ الوضع الطبيعي ان يبقى في الاتحاد العربي لاي لاعب عربي يلعب في اي دوري عربي. ده راي كابتن عادل. طيب كابتن حماده موافق على التجربه؟ موافق على التجربه بس بدراسه وبتقنين معين يناسب الدوري بتاعي والانديه بتاعتي. كلام مين؟ كابتن اسامه. انا دايما مع الناشئين، خاصه ان انا بعمل برنامج للناشئين. الشغل بتاعك مساء الفل. احنا دايما بنبحث عن المواهب، وحرام نظلم ولد صغير ممكن ياخد فرصه فيما بعد ان احنا ناخد قرار زي دوت. لازم نبص لقدام. طيب اوكي كابتن عادل، عشان فاضل لي 4 دقايق ولازم اخد راي حضرتك وكباتن كمان. احنا عندنا مباراتين لمنتخب مصر الجمعه والثلاث. النهارده اتصاب احمد علي لاعب المقاولين العرب، تمام، امكانيه لحقه ممكن ما تبقاش، لحقه باللقاءين ممكن ما تبقاش كبيره. عندك صلاح محسن ده ساب المعسكر كمان بيقولوا لي، شكرا هشام، شاكرين جدا. وفي صلاح محسن اساسا ما راحش طبعا لاصابته، فموجود اثنين بس بيلعبوا راس حربه، في مروان محسن وفي احمد حسن كوكا. فهل الاثنين دول يعني يقضي المطلوب بخلال اللقاءين، ولا انت شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ والله المدير الفني المفروض ان انا في احمد جمعه اضمه، في عندي خالد قمر، في حسام حسن بتاع المصري بتاع سموحه، خالد قمر، حسام حسن، ادي ثلاث لاعبين لا يقلوا عن احمد علي. يعني احمد جمعه مع خالد قمر كويس، ماشي كويس برضه بصراحه، ماشي كويس كمان، ويعني من حقه ان هو ياخد. وفي حسام كل ماتش عامل حسام حسن ده جايب جول عالمي في ماتش سموحه ودجله، يعني رافع الكره يعني بشكل كويس، مهاري، عنده السرعات، لا ليه رجليه يا كابتن كمان على الجول كويس، يمين وشمال وبيلعب براسه كويس جدا وبعدين بيدافع كويس وبيهاجم كويس. بس هو خلاص مش هيضم حد تقريبا، ما اعتقدش هيضم حد. بس هو في المنتخب برضه زي مستر كوبر اعتماد كله بالناس اللي من تحت، اللي بتشتغل من تحت بشكل كويس، صلاح وتريزيجيه، من صلاح وتريزيجيه والناس اللي بيشتغلوا من المنطقه، ورده بيعتمد عليهم اكتر في الناحيه الهجوميه. اوكي طيب ورايك كابتن اسامه؟ لا هو كوكا ومروان محسن يكفوا، هو زي ما كابتن حماده بيقول ان هو بيعتمد على الناس اللي جايه من تحت. فهو حتى يعني سوازيلاند بقى اسمها ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ سوازيلاند منتخب هيلعب في ماتشين. يعني المواجهتين يعني سهلين منتخب مصر ان شاء الله، وحتى عندك محمد صلاح ممكن برضه توظفه كمهاجم، يعني ما عندوش مشكله خلال الماتشين يعني. طيب كابتن عادل عايز تقول حاجه قبل ما نختم؟ وبس في اي اتجاه في اللي اتكلمنا فيه؟ يعني ايه المانع ان انا طالما ما عنديش غير مروان، ايه المانع ان انا في واحد ماشي كويس في الدوري؟ طبعا انا معاك في ده، ايه المشكله؟ اكافئه نادي ليه امنع؟ ليه امنع؟ ايه المشكله؟ يعني لا والله طبعا ماشي كويس، ليه ايه المانع ان انا اديله؟ هل في مانع؟ احمد جمعه ماشي كويس قوي وموصل النادي المصري مع زمايله انه داخلين الادوار النهائيه، ايه المانع؟ احمد جمعه وحسام حسن حاجه زي دي وخالد قمر اديله حتى ربنا يوفقنا، حسام ماشي كويس قوي، ايه المانع حتى على سبيل المعنويه؟ سنه مش كبير يا حسام حسن، اصل راجل ماشي بمدرسه اللي هي التجديد، وبعمل احلال وتجديد وبختار اعمار سنيه صغيره. في حاجه في الدنيا بتقول لك، يعني في حاجه في الدنيا بتقول لك في فتره من الفترات سيب الاحداث تديرك، يعني انت بتبقى مخطط لبعض المراحل حياتك، بس في وقت الاحداث هي اللي بتديرك، الظروف هي اللي بتخليك تاخد قرار معين يعني، فما يبقاش فيها عناد. بالظبط بتبقى ميسر لما خلقت له. انت ربنا يعني انت ربنا بيسر لك الحاجه اللي انت جواك ماشيه صح. يعني انت اتزنقت، هات احمد فتحي، هات احمد فتحي، هات وليد سليمان، هات وليد سليمان، هات وليد سليمان، هات حماده صدقي. كابتن حماده شرفتنا، ربنا يخليك، يا سعيد والله بيك النهارده. كابتن اسامه شرفتنا، كابتن عادل شرفتنا، شكرا كابتن. يومنا خلص النهارده ان شاء الله الرحمن على لقاء في الغد باذن الله الساعه 3:30، استعداد لمباراه الكاس ما بين الاهلي والترسانه في الدور ال 32 باذن الله. هنبدا معاكم بدري شويه لان المباراه تبقى الساعه 5، فهنبدا 3:30 ملعب الاهلي ان شاء الله الرحمن. اسيبكم مع بكره اهلاوي، بعض الصور او بعض الايام اللي فاتت ما عرضناش صور، لكن النهارده اسيبكم مع بكره اهلاوي وصور خاصه بجماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي، ومنهم صوره واحد دهن البلكونه كلها اهلاوي، اعرضها سمير يعني خلي الناس كلها تبقى سعيده وفرحانه. شكرا جزيلا ليك.